مساء الخير وأهلا بحضراتكم في تغطية مباشرة لملحمة وطنية جديدة في حب مصر وفي حب الوطن وفي تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فصل جديد بيكتبه المصريين في موسوعة وطنية مصرية، الفصل اللي بنطوي فيه صفحة من الحرب الإلكترونية الخسيسة الحقيقة اللي بيشنها تنظيم الإخوان الإرهابي واللي بيروجوا من خلالها الأكاذيب والشائعات علشان يهزوا ثقة المصريين في رئيسهم وفي دولتهم وفي الإنجازات اللي بتتحقق على أرض الواقع ويحاولوا أن هم يشككوا في مصداقية مؤسساتهم الوطنية. ولكن كالعادة المصريين بيضربوا أروع مثل الحقيقة في كشف الزيف والخداع، وأنهم ما بقوش يتأثروا بحرب الإشاعات، بقوا بيفكروا وبقوا بيدوروا، ما بقوش بيمشوا وراء كلام أي حد عايز أن هو يخرب الوطن لأهوائه الشخصية أو لمصالحه الشخصية أو لأجنداته الخارجية. حقيقة إنه الشعب المصري النهاردة بيجدد الثقة والعهد في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبينتفضوا عشان يقولوا لا للفوضى ونعم للاستقرار والتنمية والأمن والأمان. إحنا مش عايزين نرجع سنين تاني لورا، إحنا تعذبنا وشفنا خلال السنين دي، دفعنا ضريبة غالية قوي من عمرنا ومن عمر أبطالنا، سواء من الجيش والشرطة في شهدائنا في سيناء، دفعنا تمن الإرهاب لوحدنا، ومصر كانت بتحارب العالم، تحارب الإرهاب نيابة عن العالم زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما كان بيقول. كان في حروب ومؤامرات مستمرة على مصر من قديم الأزل ولحد دلوقتي، ويمكن الحروب زادت أكتر الفترة الأخيرة بعد ما شفنا إنجازات بتتحقق فعلا على أرض الواقع، وإن مصر بتطلع لقدام ومصر بتتطور وفي إنجازات بتحصل. الحكومة بقت مش ساكتة على أي فساد، الإرهاب بيتم محاربته ودحر كل المنافس بتاعته، فإحنا بنحقق تنمية اقتصادية، ماشيين على خطوات البرنامج الإصلاح الاقتصادي وحققنا فيه خطوات ناجحة جدا، جينا على البنية التحتية سواء في المستشفيات سواء في التعليم سواء في المبادرة حملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي. احنا بنحقق انجازات في كل المجالات بالتوازي، ولكن ده مش عاجب ناس معينة ليهم اجندة معينة، عايزين مصر تفضل في خراب وفي دمار. ولكن النهاردة الشعب المصري بيثبت ان هو شعب واعي، شعب فاهم المؤامرة اللي بتحاك ضد الوطن، وشعب مش هيسمح ان الوطن يتم استغلاله مرة أخرى أو إن هو يروح في اتجاه إحنا مش عايزين إن هو يروح فيه. النهاردة في تغطيتنا هنكون مستمرين طبعا مع حضراتكم في التغطية المباشرة على قناة المحور وحتى نهاية الاحتفالية، وهيكون ضيفي النهاردة اللواء محمد زكي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير. شايف اليوم النهاردة إزاي؟ والله هو كان بداية اليوم بداية مؤثرة يعني بتوصل للب الموضوع باستقبال السيد الرئيس السيسي أثناء بعد عودته من رحلته الموفقة للولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستقبال يعني شعبي ليه في المطار زي ما شفنا الصبح. وكان ليه الحقيقة كلمات مؤثرة جدا، يعني هو برضو بيتكلم في إطار بناء الوعي أو استكمال بناء الوعي للمواطن المصري بصفة عامة، وخاصة الكلمة اللي هو قال فيها أنتوا منزعجين ليه وإيه اللي مصحيكوا بدري كده، يعني ده دليل على أنه هو يعني واثق ورجليه ثابتة في الأرض ومعتمد تماما على أو يثق تماما في وعي الشعب المصري وإدراكه لما يدور حوله من أعمال كلها في الحقيقة مبنية على الكذب وعلى النفاق وعلى جزء كبير من خيانة بعض الأفراد الموجودين خارج أرض الوطن وبيستغلوا منابر متعددة لتوجيه أكاذيب كلها زيف عن الشعب المصري حقيقي يعني. وكان هو ده لقاء السريع اللي عمله الصبح، فهو بيراهن على هذا، على الوعي اللي الشعب المصري الحقيقة. أي إجراءات أخرى بعد ذلك للتعبير أو للفرحة أو للسعادة بالنسبة لشبابنا وبالنسبة لأهالينا اللي ممكن يكونوا بيشاركوا في بعض الاحتفالات دلوقتي، يعني هذه الحقيقة بتبقى رد على هذه الأكاذيب. وممكن بنوضح من خلال الصورة الصادقة الغير مزيفة أن الشعب المصري موجود وبيحتفل، وبرغم كل هذه
الهجمات الشرسة من هذه الجهات أو من هذه التنظيمات الممولة من دول، سواء كانت إقليمية زي قطر وتركيا أو من خارج الإقليم. خلينا نتكلم برضو ونكون أكثر صراحة. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أكثر من مناسبة وأكثر من مؤتمر أن الدنيا مش وردي. إحنا طبعا عارفين أن عندنا تحديات، وعارفين أن قدامنا مشوار طويل ناحية الإصلاح وناحية أن مصر تقف على رجليها بشكل كامل، ولكن إحنا بنعمل خطوات جادة وخطوات بتحصل على أرض الواقع، وفي منها بيتم بشكل سريع ويمكن كمان بيكون سابق للخطة الزمنية اللي المفروض أنها موضوعة، وده دليل على حرص الدولة المصرية على أنها تقوم البلد دي بأسرع صورة ممكنة وكمان بأقوى صورة ممكنة. الرئيس نفسه قال أنه هيبقى في معوقات لكن كمان في إنجازات. ليه في الوقت ده تحديدا بدأت تظهر جماعات الإخوان أو الأغراض الدنيئة في أنها تبتدي تشكك الشعب المصري في هذه الإنجازات؟ ليه في الوقت ده من وجهة نظر حضرتك؟ الحقيقة برضو السؤال ده سؤال مهم جدا، حتى علشان أهلينا. يعني إحنا يعني بننتظر أن يلمس الشعب المصري العديد من النتائج والعديد من العائد اللي هو الحقيقة قدم له تضحيات كبيرة جدا خلال السنوات الماضية. هذا العائد فاضل عليه، يعني هو تقريبا في 30/6 سيتم افتتاح معظم المشروعات الكبرى اللي كان بيتكلم عليها دائما الرئيس السيسي والسيد رئيس الوزراء والوزراء المعنيين. فالنهاردة هيبقى فاضل 9 شهور على إعلان هذه النتائج أو أن احنا نبدأ نجني ثمارها. فهو الحقيقة يعني بدأت الأرض تحديه، يعني اللي هو كان بيستثمرها غير ما يعني لن تكون متاحة له الفرصة، فهو استغل هذه الفرصة بالذات في هذا التوقيت، بالإضافة الحقيقة للنشاط الغير طبيعي للدولة ككل ممثلة في رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية بالنسبة لزياراته الخارجية واهتماماته بها والسياسة الخارجية المصرية التي بدأت تتبوأ مكانة الحقيقة حتى على المستوى الإقليمي الأفريقي أو على المستوى العربي أو على المستوى الدولي، بأنها بدأت يعني أو تظهر ثمار شديدة وقوية لهذه السياسات. فكل هذه العوامل كلها بالكامل يعني هتسقط كل ما يدعيه هذا الجانب أو هذه التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في هذا التوقيت. يعني مجلس الوزراء مثلا لسه امبارح اصدر البيان الخاص بنفي الشائعات، وده بيبقى بيان اسبوعي، تقرير اسبوعي، يعني احنا نتكلم في 6 أو 7 أيام. البيان كان متضمن اكتر من 11 شائعة في 6 أيام، من ضمنها طبعا زيادة البترول أو إلغاء الدعم البطاقات التموينية، بيدخل في صميم الحاجات اللي تمس المواطن بشكل مباشر. بالظبط، علشان نوع من تهييج المواطن وتشكيكه في مؤسساته. هو الحقيقة هو بيعتمد على ده، هو ده الأساس بتاعه. السيد الرئيس برضو مرة قبل كده لو نذكر في أحد لقاءات الشباب قال احنا بنتعرض في الشهر الواحد ل20,000 شائعة، مش يعني مجموعة شائعات بسيط، 20,000 شائعة. ونشوف احنا امبارح السادة الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وهم موجودين في حي في السلام وبيفتتحوا مدينة جديدة وبيزوروا مدرسة حديثة متطورة في هذه المناطق. إذا الأمور ماشية، أمور التنمية ماشية والنمو في جميع الاتجاهات الحقيقة، ليس في التعليم فقط أو في الإسكان فقط أو في الصحة فقط، احنا حتى في الصحة بدأنا نصدر خبرتنا والسياسات بتاعتنا لإسنود بصحة المواطن المصري والمرأة المصرية إلى أفريقيا، ولسه واضح هذا الكلام في خلال الأيام اللي فاتت. فإحنا دلوقتي نمتلك خبرة عريضة جدا، ستنعكس هذه الخبرات العريضة وهذا النجاح في التنمية في مصر على العديد من الدول الأفريقية، وبدأت تظهر هذه الدول وبدأت تأتي إلينا وبقى نلمسها بإليها. احنا بنعمل وقت منح كمان دراسيه للعديد منهم، سواء من القاده العسكريين او من المدنيين في كافه التخصصات في الاعلام وفي الشرطه وفي في كل الاتجاهات. فكل هذا الكلام كله الحقيقه بيزعج هذه الجماعات الارهابيه ومن يقف وراها، بالاضافه الى شيء مهم جدا، النجاحات بتاعتنا في مجال الثروه البتروليه خاصه الغاز في منطقه شرق البحر المتوسط، ده موضوع مهم جدا،
ومحاولة تركيا انها تتدخل لفرض ايرادات معينة عليها للمشاركة في العائدات بتاعت هذه الغازات من خلال هذه الجماعات الإرهابية، ده بيؤكد الضغط الأخير اللي موجود وذكرت ظهره واضحا. الهجوم على مصر في الأمم المتحدة من خلال كلمة الرئيس التركي الحقيقة برضو ده يعني ليس لهم ما بيبرره، ولكن الحقيقة السيد وزير الخارجية ووزارة الخارجية المصرية ليها بيان قوي الحقيقة، بيان قوي جدا قوي صحيح. وتوزع في الأمم المتحدة وأعلن ونشر وتم بدلائل وبحقائق بأرقام وتبين ان كل اللي اردوغان كان الاتهامات اللي بيوجهها لمصر هو نفسه بينفذها وبأبشع منها كمان. يعني فمصر موجودة وحاضرة ومتواجدة وما بتبصش لهذا الكلام كله، لكن المواطن العادي بقى مطلوب ان هو يتفهم هذا الكلام. فما بيدور ده واللي احنا حضرتك بتقوله دلوقتي واللي بيذاع واللي بيقال كل ده علشان خاطر المواطن البسيط يعني يشعر ويتذكر دائما هذه الاعمال وهذه الافعال، وده كله بيندرج برضه زي ما بيتقال دلوقتي الحروب الحديثه. الحروب الحديثة أو ما بيقال عليه حروب الجيل الرابع أو الجيل الخامس، الموضوع أكبر من كده ومشي بمراحل متطورة ومن سنين، يعني من أكتر من 35-40 سنة. ففي دلوقتي عندنا هنا الحرب الغير متماثلة، يعني بين قوتين غير متماثلتين، مش بين قوة عسكرية وقوة عسكرية متماثلة ليها، لا، بين قوة عسكرية وبين قوة غير نظامية، ميليشيات موجودة. فدي اسمها الحروب الغير متماثلة، دي بدأت في البداية. بعد كده في عندنا الحرب بالوكالة، ودي دايرة في المنطقة وموجودة، ان اللي بيحارب مش قوات نظامية مصروف عليها كتير جدا، وده تم توضيحه خلال اللقاءات الاخرانية اللي تمت، ان بتبقى بين تكلفتها بسيطة جدا، والحرب نفسها بتبقى القتال او الاقتتال بين بيكون في الداخل في الدولة نفسها بحيث يهدم الدولة بمن فيها، بمن هو موجود فيها، بمن يعيش فيها، بابنائها. وهو ده اللي احنا بنقاومه وبنكافحه وبنحاول نوضحه لابنائنا كلهم والكل الموجودين اللي سواء كان بيسمعنا او في حتى احنا بندرسه في الوضع الطبيعي العادي. يعني في برضه عندنا الحرب اللي هي الهجين دلوقتي، برضه دي حاجات ظهرت اللي هي خليط من القوى العسكريه والميليشيات، وانت بتشوفي الكلام ده موجود وبيتطبق في المنطقه على فكره. لما تشوفي عربيه بيدرعوها من الاجناب بتركيب بعض الدروع ويحط عليها من فوق مدفع ثقيل مضاد للطائرات اصلا 14.5 او 23 ملي، ده مش اسلحه صغيره، دي اسلحه ثقيله تعتبر بالنسبه لمثل هذه الميليشيات او القوات، بتستخدمها قوات عسكريه. فهنا بقى في خليط من الحرب اللي هي مع قوات ميليشيات غير نظاميه والحرب هذه القوات المسلحه بامكانيات وقدرات تمتلكها قوات عسكريه، فدي اسمها الحرب الهجين دلوقتي، ودي برضو موجودة واحنا بنشوفها واضحة جدا وتيجي في شاشات التلفزيون وحضرتك بتعرضيها. في عندنا برضو حروب بقى الجيل الرابع، حروب الجيل الرابع اللي احنا بنقول عليها حرب بالإكراه، حرب نفسية، حرب بالإكراه، انا بفرض عليك الحرب، من ضمنها الحرب النفسية. من ضمن وسائلها الرئيسية وسيلة ليها الإعلام، ما هو جزء منها، ما دي بالإكراه، إن اللي بيحارب هنا الشعب يقاتل بعض بنفسه في الداخل، هو بيعمل كده من خلال بقى بس الشائعات وافتعال أزمات وكل هذا الكلام كله بالكامل، فنطلق عليه الحرب هنا، تبقى الحرب هنا بالإكراه. طب إزاي مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، الوسائل التواصل الاجتماعي، فهي دي بقى وبيتم من خلالها نشر كل حاجة، حتى الأوامر التي تصدر للميليشيات أو لأفراده اللي هم الخلايا النائمة أو ما يطلق عليه كذا وكذا وكذا، كل ده بالكامل كل ده موجود من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بيتم نشر هذا الكلام، وده بيتبع فيه سيناريوهات واستراتيجيات، احنا قلنا لها استراتيجية، ومن داخلها بيبقى فيه سيناريوهات، هم بيبقوا مجهزين سيناريوهات معينة، الأول إيه؟ الشعب يضرب بعضه أو نقتله، نستغل حادث جنائي عادي جدا ونحوله ان هو هذا الحادث قامت به الاجهزه زي الشرطه او زي اجهزه الامن، اجهزه الامن يقصد بها الاجهزه المخابراتيه او القوات المسلحه، يعني يجيب حادث جنائي ويلبسه لهذه القوات، فيبان قدام المواطن انهم ضده علشان يفقد الثقه فيهم. كل هذه الحاجات الخطيره جدا كلها، كل ده بيدخل في اطار الحروب الحديثه واخيرا اللي هو حروب الجيل الرابع. فده احنا لازم نبقى واخدين اختطاف السياح،
افتعال حادثه في سياح يقول لك ده جاله حاله تسمم، يعني حاجات، لان طبعا صناعه السياحه دي صناعه حساسه جدا، حساسه جدا، اقل حاجه ممكن تؤثر فيها. فهنا ده احنا بنراهن فيه دائما على وعي المواطن ووعي الشعب، حتى وعي العامل في السياحه نفسها، ده على سبيل المثال يعني. فهنا كلها كل ده يندرج تحت الحروب الحديثه. وفي بقى حاجه حديثه جدا بيستخدموها دلوقتي اسمها الشركات العسكريه. الشركات العسكريه دي مش المقصود بيها الشركات التنمويه اللي احنا مثلا بنساهم في اعمال التنميه الاقتصاديه، لا، دي بديل للمرتزقه. بديل للمرتزقه. وبتاتي هذه الشركات الى الدول وتتواجد بناء على طلب الدوله نفسها، ولا تخضع لقانون الدوله، ولا يحاكم جندي من هؤلاء الجنود او هؤلاء الموجودين او العاملين في هذه الشركات بقوانينها الدوله التي يعمل فيها. فانت بتستدعيه، على فكره ده موجود في المنطقه برضه، بتستدعي في هذه الشركات العسكريه اللي بتنشئها دول عظمى او كبرى او ايا كان اللي عايز ينشئ يعني، وبدي بتقوم بجميع الاعمال العسكريه بما فيها من اول الصيانه العاديه وتوريد السلاح والتدريب حتى القيام بمهام قتاليه عسكريه فعليه. كل ده بالفلوس، انت اللي بتدفع ثمن. واحنا عندنا دول في المنطقه بتعمل هذا الكلام على فكره، ومستدعيه عسكريين ومستدعيه شركات عسكريه وبتديهم فلوسهم وبتديهم مرتباتهم. واضحه الامور تماما في هذا. فده اسلوب جديد جدا موجود ولا ينطبق عليه ما هو موجود في قانون في الامم المتحده بان هو ده راجل مرتزق. المرتزق طبعا لا تنطبق عليه مواصفات اي رجل عسكري، لكن بيحميه او بيأمنه قانون بلده. خلينا دلوقتي في مؤامرة شديدة وقوية بتحاد ضد الوطن. انا عايزة حضرتك توصف لي مشهدين. المشهد الاولاني مشهد الشعب المصري، وعلى مدار الايام اللي فاتت اتصرف ازاي مع الشائعات ومع الفيديوهات الكاذبة ومع الاخبار المفبركة ومع الناس اللي كانت بتحاول انها تشكك في مصداقية المؤسسات. ده أول مشهد. المشهد الثاني الحقيقة كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في مؤتمراته أو النهاردة، أنه دايما الرد على هذه الشائعات وهذه الأكاذيب بالعمل والمزيد من العمل، وهو اللي هيثبت في الآخر وجوده، وربنا طبعا هو اللي شاهد على هذه الأعمال. أنا هجاوب من الآخر يعني، من السؤال الأخراني بتاعي. العمل هنا والجد والاجتهاد، وان احنا نصر اللي هو بنقول عليها اراده، قوه الاراده في تحقيق وتنفيذ كل ما هو بداناه. دي في البدايه. لان ليه؟ لان العائد بتاعه اصبح واضح على المدى القريب وملموس. تمام. فمن هنا ده الرد على الجزء الاولاني. طيب هو ده العمل. طيب على الجزء الثاني احنا معانا بس على الهاتف الفنان الكبير محمد صبحي. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا استاذه نيفين، وبرحب بسياده اللواء محمد. الله يخليك يا فندم. بنرحب بحضرتك يا فندم، وعايزين حضرتك النهارده توصف لنا المشهد كما تراه اليوم في مصر. الحقيقه بس انا عايز اقول حاجه قبل المشهد بتاع النهارده، لان انا كنت متوقعه وفاهمه وعارفه. اتفضل. انما انا بس لازم اقول حاجه، ان احنا اتاخرنا كثيرا لاعلان عن اعدائنا. كنا متحفظين جدا وماشيين باخلاقنا، ولكن السياسه غالبا او احيانا لا تتطلب اخلاقا بالمفهوم الاجتماعي. احنا عدائنا ولادنا الصغيرين. حضرتك لو شفت الجزيره والقنوات المعاديه اللي هي كارهه مصر بشكل قاتل ومخيف وغير مبرر، لو تشوف المظاهرات اللي جايبينها ما عندهمش حياء، اطفال تتعدى اعمارهم من 6 سنين ل9 سنين، جايبينهم من ظهرهم ماشيين في حواري عشان يثبتوا ان هي دي المظاهرات. حاجه تكسف. نمره 2، فعلا احنا محتاجين نعلم ولادنا مين هم اعدائنا، ولازم احنا مش اقل منهم. احنا محتاجين قناه فضائيه نجيب فيها الاكراد، نستضيف فيها الاكراد، المظلومين، المغبونين، المقهورين في تركيا، اللي هم بيتكلموا عن مصر انها لا تراعي حقوق الانسان وانها بتقهر الناس. طب نتكلم عنهم زيهم، ونتكلم عن قطر، ونتكلم على كل اعدائنا. احنا محتاجين هذه الثقافه للناس، لانهم بيستغلوا البسطاء
اللي عندهم مشاكل، في بعضهم عندهم مشاكل حقيقية في مجتمعنا دي ممكن مناقشتها، إنما أنا متأكد إن ما حدث في 25 يناير لن يتكرر. مش هو غبائهم إنهم عملوا نفس السيناريو. كان 25 يناير انطلقت من صفحة خالد سعيد، المرة دي جابوا واحد يتكلم عن الفساد اللي في مصر. أولا ما حدش بيقبل الفساد، والدولة أعلنت محاربتها للفساد، ولكن هناك في فساد أفراد موجودة في كل المجتمعات وفي كل الأماكن وفي كل المستويات وفي كل المهن وفي كل حاجة. إحنا ضد الفساد، إحنا مع الحريات، بس إحنا محتاجين كمان ناس تبقى فاهمة معنى الحرية وتفرق بين الحرية والفوضى. محتاجين ناس تتبني عندنا في أوطاننا تفهم يعني إيه ديمقراطية، بتصادر كلامك قبل ما تتكلمي وهي بتنادي بالديمقراطية. صحيح. احنا محتاجين نشتغل على نفسينا كتير قوي. احنا اللي فات ده كان اختبار، انا بعتبره اختبار حقيقي بعداء شديد في كل حتة في العالم. مش عايزين ننكر، عايزين نعترف ان الخونة في داخل مصر اخطر بكثير من الخونة خارج مصر. صحيح. الخونة اللي منهم جهلاء ومنهم من هو معذور ولقمة العيش حد يشتريه بخمسين جنيه يشتريه بمين جنيه. انا عايز اقول كمان، انا بقول الاعلام في هذه المرة كان مشرفا لانه كان اسرع من اعدائه، لانه كشف اشياء كثيرة احنا كمثقفين او مفكرين او 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 متعلمين يقدروا يفهموها، ولكن البسطاء اللي بيقعوا في الفخ فعلا كانوا محتاجين هذه الحملة الإعلامية في جميع القنوات. كان شيء مشرف جدا، بس كمان احنا مش عايزين نلخم نفسينا بده، احنا عايزين نعرف هم مسكوا علينا ايه فنناقشه، ويبقى لنا الشرف ان نناقشه مع بعض ونناقش الطبقات اللي هي مطحونة واللي اتطحنت. بس ما حدش واخد باله لما الجزيرة بتتكلم عن الأسعار بتاعت البنزين اللي وصلت 9 جنيه، هم مش واخدين بالهم اللي دفع تمن ده اللي كانوا بيستغلوا الدعم، اللي كان معاهم فلوس، الاسرياء اللي كان معاهم فلوس، فهم اللي بيدفعوا 9 جنيه، انما الغلبان ده ما دفعش 9 جنيه. انما في حرب شرسة. احنا كنا، انا من تربية عبد الناصر، يعني جيل عبد الناصر، لما كانت دولة خارج مصر تشتم عبد الناصر ولا تهينه، كنا، وفي كتير كانوا ضد عبد الناصر وممارسات معينة كانوا ضده، كل الشعب المصري كان بيهب هبة واحدة لا يسمح بإهانة مصر في رئيسه أو إهانة مصر في قادته. أنا مستعد جوه بيتي أقول اللي أنا عايزه حتى لو كان فيها ألم، ولكن إن فعلا مصري يسمع لشوية حسالة خارج مصر توجهه وترسم له خطط وينزل ازاي ويقول ايه، فانا بقول ان في عندنا شيء لازم نراجعه في فئة من شعبنا، ممكن يكونوا بسطاء، ممكن يكونوا جهلاء، ممكن يبقوا محتاجين اعلام، عايزين نظرة اخرى للاعلام واستراتيجية للاعلام اخرى قوية. نحتاج وزيرا للاعلام بفلسفة اعلامية واضحة. الاعلام ايام عبد الناصر، انا كان عندي 6 سنين ولا 7 سنين، علمونا نحب مصر ازاي، اعلام خلانا نحب مصر فنحب عبد الناصر مش العكس. النهاردة الاعلام بتاعنا محتاج يعمل الروح الوطنية، يشحذ الناس، يلمهم تاني عشان يفهموا يعني ايه انتماء. بس اعتقد كمان الشعب المصري يا استاذ محمد بقى عنده من الوعي والخبره ان هو يكشف الاكاذيب، وان هو يقدر يحلل ويدور على صحه الاشاعات ويقدر ان هو يفندها. يا صديقتي اللي تعالي بس، حد نفسي في الاعلام يحسب الفلوس اللي تكبدتها مصر من 25 يناير لغايه 30 يونيو. لو اتحسبت المليارات من حرق عربيات الشرطة وعربيات الجيش وحرق المعدات المطافي والإسعاف وحرق المنازل والبيوت والمؤسسات العامة كلها، العلمي والمتحف الإسلامي والمحافظات والمسارح والشرطة وتدمير الشرطة وتدمير مباحث أمن الدولة وتقطيع الوثائق وتكسير الأرصفة وتكسير الرخام، لو اتحسبت التكلفة دي كان المواطن المصري كان ممكن يبقى أغنى مواطن مصر، يعني أغنى مواطن في المنطقة العربية. صحيح. المليارات اللي اتدهست دي في 25 يناير، من 25 يناير لغاية 30 يونيو، طيب ده واحد بقى جاي واخد بلد في هذا الدمار
انتوا ما بتبصوش لاول مره تعالج مشكله العشوائيات في التاريخ، كام وحده سكنيه اتعملت لانقاذ اهالينا في العشوائيات، ومش بياخدوا وحدات سكنيه، لا بياخدوا وحدات سكنيه مفروشه فرشا كاملا. هي دي الكرامه، عيشه ادميه، عيشه ادميه ومعاش تكافل وكرامه. فانا عايز اقول ان لا، الشعب المصري مش ممكن هيكرر، زي ما قالها الرئيس السيسي ان اللي حصل قبل كده مش ممكن يتكرر ولا نبقى اغبياء. صحيح، مش ممكن نفس السيناريو يتلعب علينا في اهداف. اصل باماره ايه تركيا وقطر والدول دي؟ باماره ايه بتحبنا؟ باماره ايه خايفه على الشعب المصري؟ باماره ايه عايزه تساعدنا؟ صحيح، لازم نسال الاسئله دي. لا، دي مؤامره من سنه 83، من اول مؤامره برنارد لويس وبروجينسكي مستشار الامن القومي الامريكي من 83، وبيتعمل السيناريو لتدمير المنطقه العربيه، ازاي تتقسم الدول دي، ويعتمدوا على حاجه واحده، قالوا خساره العرب، خساره في العرب رصاصه، ثمن الرصاصه احنا احق بيها كامريكان، انما نخليهم يقوموا على بعض اعراق واديان واحزاب، نقوموا هم اللي يقتلوا بعض ويخلصوا على بعض وينهوا حضاراتهم. واحنا شفناها بدأت بالعراق، كانت حضارة العراق من اعظم الحضارات اللي موجودة، راحت واتدهست واتعجنت. فيلعبوا معاكي بزعيمك الفاسد ورئيسك الفاسد، ونادوا بالحرية، نادوا بالديمقراطية، وهم لا يؤمنون لنا، لا يؤمنون لنا لا بالحرية ولا بالديمقراطية، ولكن يستطيعوا انهم يضربونا في مقتل من الجهل. واحنا مهمتنا بناء الإنسان، الإعلام والثقافة والتعليم، والتعليم دول محاور حقيقية علشان بناء مواطن نفرح بيه كمان 20 سنة من أول هو عنده 5 سنين. صحيح. إيه الرسالة يا فندم اللي توجهها للوطن، شعب وقيادة؟ أنا يمكن في مسرحيتي اللي بعرضها بقالي سنة وشوية، مسرحية خيبتنا لما فرقتنا، ودي كنت كتبتها 2004 بعد حرب العراق، وفضلت متأجلة لغاية لما عرضتها في 2018. بقول في نهاية المسرحية يعني احنا بدأنا ونقدر نرجع، نقدر نرجع بس ما نكررش نفس الغلطة. تخيلي بقى الحوار ده اللي بيتقال وموجود على فكرة عندكم في القناة مقاطع، نقدر نرجع بس ما نكررش نفس الغلطة، نقدر نرجع لما نعرف تاريخنا، لما نعرف قيمتنا، لما نعرف اننا مش محتاجين لجينات غيرنا، احنا نرجع لجينات الاولين، نرجع لجينات كل قدوة ومفكر وعالم على مر السنين، ونعرف ونتأكد ان الامة سقطت لما عقولها شاخت وبهتت، يسقط الامة بسقوط العقل. كنا بنقول جملة في الغناء بس مش هقدر اغنيها طبعا، احنا نجاه للوطن والوطن لينا نجاه، نحن نجاه للوطن والوطن لينا نجاه، ليست لك قيمة بأموالك عندما يضيع الوطن، ليست لك قيمة بحريتك عندما يضيع الوطن، ليست لك قيمة بأفكارك عندما يضيع الوطن، ليس لا يمكن أن تموت فقرا بضياع الوطن، ستموت فقرا بدون الوطن. فالافكار دي كانت مهمه توصل لشبابنا، وما تتصوريش الجمهور كان بيخرج من المسرحيه عنده طاقه ايجابيه ازاي. هو ازاي انا اعيش فريق فقير في وطني احسن ما اعيش في مخيمات اللاجئين والناس تضحك علينا، بين الناس مشونا بدماغهم مش بدماغنا. احنا بنشكر حضرتك الفنان الكبير محمد صبحي، شكرا على وجودك في تغطيتنا المباشره لهذا اليوم من قناة المحور، شكرا يا فندم. نرجع تاني ست اللواء للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه واللي حضرتك بدأت فيه عن العمل اللي الرئيس بيحارب بيه الشائعات، وفي نفس الوقت الموقف اللي قرر الشعب المصري ان هو ياخده انه يقف ضد هذه الشائعات ويتأكد من الأكاذيب ومحاولة التشكيك في إنجازات الوطن. بالنسبة للجزء الثاني كان من السؤال اللي هو بنقول فيه هما ليه هم بيلجأوا لهذا الاسلوب دلوقتي بالذات، فاحنا قلنا في البدايه ان احنا ماشيين صح ده اكيد، وان احنا قربنا يعني نشعر بعائد ما احنا ماشيين في سبيله وناجحين وبنحققه. هو الهدف الان اليوم هو ان هو يوجه نظرنا او يستنزف جهدنا
في اتجاه آخر لا يمكننا أو يعطل العجلة أو سرعة التقدم اللي احنا بنعرزه الآن في المجالات المتعددة. فهو ده الهدف الرئيسي لما يدور الآن، هو استنزاف جهودنا وتوجيه نظرنا بعيدا عن الاتجاه بتاعنا الرئيسي، هو بناء وطن أو بناء مصر حديثة. فهذا الاتجاه هو الاتجاه الرئيسي لهم الآن، بالإضافة لأن هم شايفين أن ما يعملونه الآن هو فرصتهم الأخيرة لإشعار من هم في الداخل أو في الخارج من الخونة الموجودين أو الخلايا النائمة بتاعتهم أنهم لازالوا موجودين وأنهم لازالوا يعملون وأنهم لازالوا يخططون وينفذون على الأرض وعلى الواقع. وبالتالي هذا لن ينجح إن شاء الله ولن يتم مع التركيز على الوعي بالنسبة للمواطن المصري أيا كان هذا المواطن أو مستوى الثقافة أو العلمي. وهنا ده زي ما تفضلتوا حضراتكم دلوقتي كنتوا بتتناقشوا، الإعلام طبعا له فيه دور مهم جدا، وفي هذه المرة بالذات كان واضح الدور الإعلامي. صحيح. إن شاء الله ويبقى مستقدم دايما ودائما يعني. يا رب. إحنا طبعا بنتمنى دايما الأمن والسلامة لوطننا. إحنا دايما بنقول إنه مش عايزين فوضى، إحنا عايزين أمن وعايزين استقرار وعايزين تنمية وعايزين البلد تطلع لقدام ما ترجعش لورا، وهي بدأت تطلع، فمش هنسمح لحد ان هو يرجعنا لورا تاني باذن الله. بنشكر ضيفي العزيز في الاستوديو اللواء محمد زكي مستشار باكاديميه ناصر العسكريه، شكرا على وجودك معنا. شكرا. صوت الناس لسه مكمل مع حضراتكم في تغطيه مباشره وحيه لهذا اليوم المميز، ابقوا معنا. مساء الخير وأهلا بكم في تغطيتنا المستمرة لاحتشاد عشرات الآلاف من المصريين في محيط المنصة بمدينة نصر علشان يعلنوا تأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعشان يوجهوا لطمة على وجه أعداء مصر في الخارج، وعشان يقولوا لكل العالم أن كل المصريين صف واحد وراء الدولة المصرية، كل المصريين صف واحد وراء قائد الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة كمان انه كان في الصبح النهاردة استقبال رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد وصوله مطار القاهرة قادما من مدينة نيويورك، وكان في استقبال السيد الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس مجلس النواب. ودي رسالة ان مصر وجميع مؤسساتها على قلب رجل واحد. المشهد الثاني اللي شفناه النهاردة الصبح الاستقبال الشعبي، استقبال الشعبي الحافل للسيد الرئيس، وكان يعني كانت السيد الرئيس كان للرئيس كلمة بيطمن فيها الشعب المصري انهم ما يخافوش ولا يتأثروا. المشهد الثالث هو حضراتكم المشهد المبهر اللي بنشوفه قدامنا دلوقتي لاحتشاد عشرات الالاف في محيط المنصة لإعلانها صريحة، المصريين ضد الفوضى، المصريين ما بتخدعوش بالاكاذيب والشائعات. مشاهدينا الكرام بيسعدني في هذه الفقرة ان يكون معي وضيفي في هذه في الاستوديو اللواء محمد الشهاوي مستشار بكلية القادة والاركان عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم والسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. النهارده يعني عايزين حضرتك تطمننا، شفت المشهد ازاي؟ تقول لنا المصريين المحتشدين النهارده في المنصه بجوار المنصه في مدينه نصر، شفت المشهد ازاي يا فندم؟ والله انا شايف يا استاذ عبد الرحمن فعلا قوه الشعب المصري العظيم تجلى في الاجتماع عشرات الالاف فقط، لكن لو الرئيس ادى امر هتكون ملايين في كل ميادين مصر. ده بيقول ان الشعب المصري ومصر قوية، مصر لا تتأثر بمثل تلك الشائعات وحروب الجيل الرابع اللي في دول هي قاعدة لتزييف الوعي وفبركة الصور. احنا شفنا صورة حقيقية اليوم من امام المنصة عشرات الالاف يهتفون بتحيا مصر. وبعدين انا شايف ان المظاهرة هذا اليوم تأخرت، المفروض ندي رسالة ردع للدول والأطراف الإقليمية والدولية التي تريد زعزعة الاستقرار في مصر من أول يوم، لأن في رسائل للردع وبالتالي ما يستكملوش هذه الحقارة التي تبث على إذاعاتهم. هم كلهم ست إذاعات، أربعة في تركيا وإذاعتين في قطر، ومش عارف إيه الطار اللي بايت اللي ما بين مصر وقطر، دولة عدوة عدوة.
وبالتالي يعني بنشكر ربنا ان هذه الفترة الماضية اظهرت العدو من الصديق، الدولة العدوة مثل قطر وتركيا. ولذا احنا النهاردة اللي شفناه بيدي رسالة لهم بان مصر لا تستمع للشائعات ولا تستمع لما من الترهات التي يقولونها، وبإثارة الفوضى وبزعزعة الاستقرار. وانا النهاردة عجبني فعلا بوست كان موجود بحذاء جندي فوق رأس ما يسمى نفسه ان هو بيطلب من الشعب المصري ان يخرج للفوضى. ده فندم فوق رأس كل خاين وكل عميل بيفكر ان هو يعني بيحاول ان هو يوصل اي رسالة للشعب، غير انه الشعب دايما يحتشد للوطن. واحنا النهاردة في برنامج صوت الناس بنشوف فعلا لا للفوضى. اكيد احنا عاوزين العمل والانتاج. مصر بتتبوأ مكانتها وريادتها ليس على المستوى الاقليمي ولكن على المستوى الدولي، واحنا شايفين الجهود الكبيرة والانجازات التي تملأ ربوع الوطن، مش في القاهرة فقط او الاسكندرية فقط، ده احنا بنلاقي في الصعيد، بنلاقي في قنا وسفاجة والقصير المثلث الذهبي. مصر هي اكبر ثالث دولة في الثروة المعدنية، وفي سينا كمان يا فندم. سينا بقى ما ناهيك يعني عن جبل المغارة احنا نعلم ان العمليات العسكرية بتقتل الارهابيين، لكن الذي يقتل الارهاب هو التنمية. ولذا الدولة ومصر بتقوم بأعمال تنمية في سيناء، واحنا يمكن شايفين ده على مدار الفترة الماضية. يعني سيناء فيها مشاريع كتيرة جدا، دلوقتي دخلت في مشروع الرفح الجديدة، يعني شايفين مختلف المشاريع والأنفاق كمان اللي بتنقل المصريين من غرب القناة إلى شرق القناة إلى سيناء. كل ده فندم أكيد يعني هي دي شرايين الحياة، هي دي التنميه. دي يمكن الانفاق دي هتكون قاطره التنميه الى سيناء. زي ما سعادتك بتقول كده فعلا، يوجد 305 مشروع على ارض سيناء بيتكلفوا 195 مليار جنيه لخلق فرص عمل لمين؟ للمصريين، شباب سيناء على وجه الخصوص الاول، حتى لا يتم استقطابهم من الجماعات والتنظيمات الارهابيه. ايضا سيادتك تفضلت بانفاق قناه السويس، انفاق قناه السويس ده عبور تاني، يعني مصر عبرت سنه 73 في حرب اكتوبر المجيده، وكلها ايام ونحتفل بالذكرى 46 لحرب اكتوبر المجيده، هذه الحرب التي هدمت ديستراكشن لنظرية الأمن الإسرائيلي، وكسرت ذراع إسرائيل الطولة الممثلة في قوتها الجوية من خلال حائط الصواريخ اللي منع الطيارات على مسافة 15 كيلو شرق القناة، وهزمت الجيش الذي كان يدعي أنه لا يقهر. ده يا أستاذ عبد الرحمن أنا بسميه العبور الأول فوق مياه قناة السويس. ولكن اسمح لي فيديا عشان اربط ما بين العبور الثاني. العبور الثاني لقناة السويس كان يوم 5 مايو هذا العام 2019، عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح اربع انفاق تحت قناة السويس. هذه الانفاق بتربط الغرب بالشرق، بتقلل زمن الرحلة من 6 ساعات. احنا في حرب اكتوبر، عبرنا القناة، الجيش كله عبر القناة في 6 ساعات، وهزم اسرائيل في 6 ايام، لكن من خلال سنة واتنين علشان تعبر من الشاطئ الغربي للشاطئ الشرقي بالمعديات بتأخذ زمن طويل يصل الى اكثر من 6 ساعات. امال دلوقتي بعد الانفاق 20 دقيقة فقط، وده بيزود التنمية وبيزود الاستثمار، وانا بسمي ده العبور الثاني لقناة السويس. بحديث حضرتك يا فندم عن حرب اكتوبر، يمكن في الوقت ده في سنة 1973 كانت دي الاستراتيجيات، انه الحرب كانت حرب بالسلاح. النهاردة الحرب يا فندم مختلفة، حروب الجيل الرابع لم تكن بالسلاح، هي كانت موجهة يا فندم في شكل طبعا زي ما احنا شايفين الاخبار والاكاذيب اللي تبث من خلال السوشيال ميديا، كل الفيديوهات المفبركة اللي بنشوفها يا فندم سواء حتى في السوشيال ميديا او في بعض القنوات اللي هي المعادية لمصر. هنا الاستراتيجية دلوقتي في الحرب بقت استراتيجية مختلفة، ازاي نواجهها يا فندم، وازاي نعرف الناس من خلال الشاشة النهاردة، نعرفهم ازاي انهم يتعاملوا مع الشائعات والاكاذيب دي؟ انا عاوز اقول لحضرتك ده سؤال مهم جدا جدا يا استاذ عبد الرحمن. فضل ازاي فضل. احنا الان في ارهاب وفي حروب جيل رابع، وبالتالي بيكون حروب الجيل الرابع والارهاب وجهان لعملة واحدة. بس العملة دي قبيحة لانه بتساعد في التدمير. وعايزين نقول ان حروب الجيل الرابع هي
بتهدف إلى إنهاك وإضعاف الدولة المستهدفة ببطء وثبات. لما يطلع لك مثلا المظاهرات ويطلع لك الاعتصامات والمطالب الفئوية، امال هتشتغل امتى؟ ما هو ده هيضرب السياحة وهيضرب الاقتصاد، وبالتالي بتستنزف الدولة. طب مين اللي بيقوم بكده؟ عملاء بس بيسموا نفسهم مواطنين من نفس الدولة المستهدفة، منهم في الداخل، واحنا عندنا في الداخل كثير منهم، والطابور الخامس موجود. بيعملوا ايه؟ بينادوا بقى بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن في باطنها أنها تدبير وخطط ممنهجة من أجهزة الاستخبارات بتركب على هؤلاء الشباب. حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الرابع المتقدم بنقول عليها دمر نفسك بنفسك، مفيش جيوش بتجيلك، ده أنت اللي بتقوم بحرق. يعني لو شفنا في 2011 من اللي حرق سيارات الشرطة ما يزيد عن 3000 سيارة شرطة، ما هو ده فلوس الشعب في المسمى العام. هم ثوار، لكن بباطنهم من الذي كان يحرك هؤلاء الشباب؟ بالتأكيد هم زي ما حضرتك طبعا قلت. أجهزة الاستخبارات هي التي تخطط لهم. أنا عاوز أقول لحضرتك إحنا أجهزة الأمن عندنا الحمد لله الآن قوية، واستطاعت أن تلقي القبض على جواسيس وأفراد عمالين يصوروا في ميدان التحرير. جايين منين؟ من تركيا وهولندا وتايلاند والسودان وتونس. انتوا ايه اللي في ميدان التحرير يعني عاوزين تصوروا فيه؟ بيصوروا الكمائن، بيصوروا اللي هو لو في ناس ماشية كده ويتركب عليها صوت فبركة وتزييف الوعي. ولذا بقول ان الشائعات وحروب الجيل الرابع لها هدف، الهدف هو فقد الثقة ما بين الشعب وبين قيادته السياسية. لما تبص تلاقي، لما تبص على قنوات الحقيرة الجزيرة عفوا ديت، بتبص تلاقي اكن الدنيا مولعة وهو ما فيش حاجة. احنا شايفين ميدان التحرير فاضي كل الميادين، لكن شايفين اللي هو عند المنصة الشعب الحقيقي عندما يقوم بالاحتفال بايه؟ بيقول رسالة واحدة، لا للفوضى ونحن موجودين حتى تحيا مصر. دايما هذا الشعار. احنا بنشوف برضو، انا عاوز نركز على يعني فئة بتقوم بالتضحية وهي القوات المسلحة والشهداء على رأسها، الشهداء اللي بيفقدوا اغلى شيء وهي روحهم، او المصابين اللي بيفقدوا اجزاء من اجسادهم حتى توجد مصر، وبيفقدوا اعينهم حتى ترى مصر. ولذا التاريخ بيقول لولا الشهداء ما كانت مصر الحضارة، وما استطاعت أن تصد أعدائها، وما استطاعت أن تحافظ على كل ذرة تراب من أرضها. وإحنا النهاردة بنتكلم يعني في الذكرى اللي جاية، إحنا بنتكلم عن الشائعات وحروب الجيل الرابع والأحداث التي حدثت اليوم، والمنظر البديع المبهج الذي يرفع الروح المعنوية من تواجد عشرات الآلاف في المنصة وفي طريق النصر، شارع النصر ده وطريق النصر ده، النهاردة يفرح بيقول هذا هو الشعب المصري، وليس ما تبثه القنوات اللي هي لها هدف واحد اللي هو بث الكراهية والتحريض على الشعب والتحريض على إسقاط الدولة. مصر دي دولة قوية لا تسقط. مصر ذكرت في القرآن الكريم يا أستاذ عبد الرحمن 5 مرات بصورة مباشرة، وثلاثون مرة بصورة غير مباشرة، ومية وثلاثتاشر مرة في الكتب المقدسة. مفيش دولة في المية اربعة وتسعين، المية تلاتة وتسعين دولة في العالم مثل مصر، ومصر ديت يعني محروسة بإذن الله. وبالتالي لازم ما نخافش ويكون عندنا ثقة، والمنظر بتاع النهاردة بيقول مصر قوية بمؤسسات. وعشان كده بقول أجهزة جمع المعلومات وأجهزة الاستخبارات المصرية أي مبدورها. يكفي ان اول امس فقط الجمعه الخميس حصل ايه بقى؟ ان هناك ضربه استباقيه لقوات الشرطه موجوده في منطقه ظهير صحراوي في المنيا، بيخططوا الاعمال الارهابيه. لقوا معاهم قد ايه؟ لقوا معاهم 124 بندقيه. ايه ده؟ تعمل ايه 124 بندقيه يا ابني انت وهو؟ طبعا الاربعه دول تم تصفيه، تم القبض، الاربعه اتصفوا وتم القبض على واحد من تركيا والتاني من تونس. جايين تعملوا ايه؟ جايين في هذا التوقيت اللي في شهر سبتمبر علشان ما يسمى بإثارة الفوضى خلال الجمعة الماضية التي ينادوا لها، وهذه الجمعة الثانية احنا ما شفناش
في كل المحافظات بنلاقي مظاهرات للفرح وبيقولوا لا للفوضى ولا هذه القنوات. لكن هل القنوات دي بقى، ده سؤال، هل ترتدع؟ انا شفت مداخلة الفنان العظيم محمد صبحي وبقول احنا اتأخرنا، المفروض كان ده من الاول، نمرة اتنين بقى احنا بكل القنوات الاعلامية مش قادرين قناة تقوم تبث كل المشاكل وكل الفضايح بتاعت اردوغان وبتاعت قطر. لا ده احنا اقوياء جدا جدا. احنا بس احنا يا فندم بالتاكيد الاعلام يعني هو تحلى بصفات المصري يا فندم، المواطن المصري بالصفات بالعادات والتقاليد يا فندم اللي احنا اعتدنا عليها. لا يا فندم يا عبد الرحمن بعد اذنك اسمح لي اقول لك عبد الرحمن. اتفضل يا فندم. احنا بقى الاخلاقيات وبنتعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف، الناس دول مش عاوزين شرف، الناس دول عاوزين ياخدوا فوق دماغهم بالعربي كده. انا اول مره اقول الكلام ده، بس لما بشوف النهارده المنظر المفرح للشعب بتاعنا العشرات الالاف في امام المنصه، وبشوف الفبركات والاخبار الكاذفه لتزييف الوعي على هذه القنوات، لا لو ركبت السورتين ما يجوش، ده هو بيجيب لك اطفال ضد حقوق الانسان، حتى اطفال وماشيين من ظهرهم وفي اذقه وفي مناطق، ويقول لك يا فندم والله اعلم اذا كانوا في مصر او ما كانوش في مصر. يعني والبعض يتحدث عن انه الصور اللي انتشرت الصبح دي من قبل قنوات المعادله المائيه لمصر ان هي يعني بعض المشاهد كانت مفبركه موجوده في منطقتين في نفس الان في نفس التوقيت بقى. فده اكيد انا ليه السؤال بتاعنا ليه بيعملوا كده مع دوله قويه مثل مصر؟ مصر اللي في ثورة 30 يونيو 2013 هي التي أجهضت مخطط تفتيت الدول وتدمير الجيوش، تدمير الدول احنا فين سوريا؟ سوريا دي حضرتك كانت تسمى الجيش الأول، أمال الجيش الثاني والثالث فين في مصر؟ فبالتالي هي أمن قومي ليست وليد اليوم، ولكن من سنة 1285 قبل الميلاد، يعني حوالي أكثر من 3000 سنة. زي بقى كان هناك معركة قادش بواسطة رمسيس الثاني استطاع أن ينتصر على الحيثيين المعاديين، أي أن الأمن القومي المصري بيكون مش داخل مصر فقط، لا ده خارج مصر، شوف قبل التاريخ. ودلوقتي بيدمروه، يبقى هناك مخطط، والمخططات عاوزين بقى الناس اللي هو الجهل الفكري لبعض الموجودين ويعرف نظام المؤامرة. من 1907 كان هناك مؤتمر يسمى بانرمان، 1916 سايكس بيكو، 1917 وعد بلفور، 1948 انشاء الكيان الصهيوني دولة اسرائيل، ثم 1954 كان ثاني رؤساء وزراء اسرائيل يسمى موشي شاريت. الراجل ده قال كلمة بتهدف الى تقسيم الدول العربية، بيقول لك قوة اسرائيل ليس بقنبلتها النووية. وكلمة القنبلة النووية دي يعني ما جبناش فزعة ان عندها قنبلة نووية، لان فيه يعني كاتب امريكي كبير بيقول لك ان الدول التي تمتلك الاسلحة النووية مثل القابض على ذيل الاسد. ابقاء امر غريب وافلاته امر رهيب. ليه؟ لان لو الريح اتغير اتجاهها السحابه الملوثه ترجع على من اطلق تلك القنابل النوويه، والتدريب والتجهيز الهندسي الجيد بيقلل الخسائر لفتره يعني نسبه كبيره. هذا الرجل بيقول لك ان قوه اسرائيل ليس بقنبلتها النوويه او ترسانتها العسكريه، امال بايه يا موشي شريت؟ قال لك بتدمير ثلاث دول، العراق، سوريا، مصر الجائزة الكبرى. لكن مصر محروسة. العراق كان أول قرار للحاكم الأمريكي بول برايمر في 2003، خلاص النظام وقع واحتلت من قبل أمريكا، وجابوا لها حاكم أمريكي بول برايمر، كان أول قرار ليه يا عبد الرحمن بقى. شوف يقول لك إيه حال الجيش العراقي، 3 مليون، وعندما ظهرت داعش إزاي في ساعات خدت الموصل وخدت محتويات البنك المركزي العراقي وخدت أسلحة بالمليارات، كل ذلك. ومن الذي أنشأ داعش؟ هي مخطط. احنا هو المخطط يعني بنتكلم النهارده ده من سنوات، مش وليد الأمس يعني. بنتكلم بقى احنا في حروب الجيل الرابع، امال ايه بقى، ايه اللي وصلنا للرابع؟ امال فين الجيل الأول؟ حروب الجيل الأول، حروب الجيل الثاني،
حروب الجيل الثالث، لقوا ان الحروب دي مكلفه، قال لك طيب ما نخليهم يدمر نفسك بنفسك، احتل عقلك لاحتلال ارضك، وعندما يتم احتلال العقول بيتم تدمير الشعب. انا عايز اقول ان وسائل التواصل الاجتماعي كان لها سبب كثير في انتشار حروب الجيل الرابع والشائعات، لانها مثل القنبله النوويه، القنبله النوويه لها نواتج لها سريعة جدا في الانتشار في ثواني. الثانية برضو الإشاعة الصغيرة تنتشر إلى ملايين في وقت صغير جدا، وبالتالي بنلاقي أن الشائعات دي لابد أن الجميع يقوموا بمجابهة الشائعات من خلال عدم ترتيبها، من نمرة اتنين المسؤولين بسرعة يكذب هذه الشائعة بالمعلومات، لأن الشائعة عبارة عن خبر كاذب في غموض. لو انت بقى شلت الغموض ده بالمعلومة الصحيحة الشفافة الواضحة، الشائعة يعني تقتل في مهدها. وعايزين نقول ايضا ان حروب الجيل الرابع لها سمات ولها تكتيكات ولها اساليب، موضوع كبير وعلم، حتى ان الشائعة ايضا لها معادلة ازاي ان الناس اللي بيقعدوا يخططوا، مش اي حد كده يقول شائعة، لا، لها دراسة، بيشوف ايه ايه الموضوع المهم لدى الشعب ويديله بقى غموض، لو ضربت الغموض في أهمية الموضوع يديك أهمية وسرعة الشائعة، وبالتالي المعلومات والوضوح والشفافية ده بتقتل الشائعة في مهدها. لكن لو اتكلمنا عن تكتيكات اللي موجودة، أساليب الحروب الجيل الرابع، بنلاقي إن الحرب النفسية التي تدار على مصر الآن من أساليب حروب الجيل الرابع. ايضا حرب الارهاب، الجماعات الارهابيه بيخلوها تقوم بعمليات في نظام حرب العصابات، ما عادش في حروب تقليديه، ما فيش جيش، ده هو واحد بيظهر ليلا يقوم يحط يزرع عبوه متفجره ويختفي، يختفي فين؟ في الدروب الجبليه مثل الفئران والحشرات. ولذا كانت القوات المسلحة لديها خطة تسمى خطة صيد الفئران، لأن هذه الجماعات الإرهابية مثل الفئران. نعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال قعد أسبوع، شوف قعد أسبوع 144 ساعة نشاط مكثف مضني، بيجتمع مع قادة زعماء العالم 22 قائد وزعيم، كان هناك محاور رئيسية، المحور الأساسي تجربة مصر ونجاح تجربة مصر في القضاء على الإرهاب، وقال كلمة جميلة جدا، قال احنا بنمد ايدينا لأي دولة بتعاني من الإرهاب، مصر تديها الخبرة القتالية، مصر عندها خبرة قتالية في الحروب التقليدية، في حرب 48 و56 و67 وحرب الاستنزاف اللي استمرت 1041 يوم ثم حرب اكتوبر المجيدة، وعندها خبرة في حروب ضد الارهاب. ولذا دول كبيرة ذات مركز ثقل عسكري كبير زي امريكا بتيجي تعمل عندنا هنا النجم الساطع من تدريبات مشتركة. يمكن كلام حضرتك دلوقتي عن زيارة الرئيس في نيويورك النهاردة هيخلينا يعني نروح نشوف تقرير دلوقتي لعودة الرئيس الصبح، وازاي استقبلوه المصريين، ازاي حفاوة الاستقبال مهم من المصريين جداً. والمشهد يمكن كنا كلنا شايفينه الصبح، الناس مبدع. كانت مبسوطة قوي وهما بيستقبلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطبي الشعب كانوا كلهم موجودين، كان المصريين كلهم بيحتفلوا بيه، وحتى الرئيس يعني رئيس الوزراء، وزير الدفاع، ثم وزير الداخلية، علشان لا توجد فتنة في مصر، ومصر كلها على قلب، ولن توجد هذه الفتنة، قلب رجل واحد. دي رسالة للدول العدوة. خلينا نشوف التقرير مشاهدينا الكرام ونرجع لكم بعد هذا التقرير، تابعونا. مشاهدينا هنا من داخل مطار القاهرة، ننتظر وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ختام زيارته لنيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة مصر في فعاليات واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما ترون من ورائي ومن حولي حشود مصرية كبيرة جدا تنتظر وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن.
لذلك يعني أرجو من زملائي أن يرصدوا يعني كل هذه الأعداد والهتافات من ورائي كما تسمعون مشاهدينا الكرام. نحن في انتظار وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد دقائق، ابقوا معنا. يعني رجوع حضرتك بالسلامة لأرض الوطن النهاردة أكبر سكوت وصفعة للإرهابيين وأعوانهم وعملائهم، حضرتك تقول إيه؟ أنا هقول لكم بس صباح الخير الأول، وبعدين أنتوا اللي مصحيكم بدري النهاردة الجمعة، يعني الموضوع مش مستاهل خالص. مستاهل يا صحيح خالص. لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري بقى واعي قوي لإزاي الصورة تترسم عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم. الكلام ده المصريين بقوا اوعى منه بكتير، واللي اتعمل قبل كده ما ينفعش يتعمل تاني. ليه؟ عشان ربنا وعشان انتوا، فما تقلقوش من حاجه. طب سياده الرئيس، سياده الرئيس حضرتك لسه جاي من زياره ناجحه جدا من نيويورك ومشاركه مصر في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده، وكان في احترام يعني ملحوظ جدا من زعماء العالم والدول الاخرى لمصر. مصر الجديده في نظر الزعماء اخبارها ايه؟ زي الفل، كل حاجه ماشيه كويس قوي. انا شايفكم يعني انتوا يعني انتوا بتسمعوا كلامهم وتصدقوه وتتعاملوا معاه انه حقيقه. يعني انا شايف كده، الموضوع مش كده خالص، ده صوره بتترسم زي ما اتعمل قبل كده، عباره عن كذب وافتراء وتشويه وكتابة إلكترونية شغالة وشوية إعلام يشتغل عشان يقدم صورة مش حقيقية. انتم لازم تكونوا واعيين لكده. احنا جامدين قوي ان شاء الله، بلد جامدة قوي بيك. طيب يا ريس، سؤالي الأخير لحضرتك، الدعوات للتظاهرات والشغل للأسف اللي احنا ممكن نعبر بيه بأنه شغل رخيص شوية من قبل الإرهابيين، رسالتك للمصريين ايه؟ السنة دي لسه كنا احنا بنتكلم من اسبوع في الموضوع دوت قبل ما نسافر، وقلنا يا مصريين خلي بالكم، مش هيسيبوك، لا هيسيبوك تنجحوا ولا هيسيبوك تتهنوا على حاجه، ولا هي حكايه حرب بيننا وبينهم. مجموعه قد كده والشعب كله يعني بتصدقهم ازاي؟ يعني والاعلام عليه واجب كبير، وعوا الناس اكتر وتصدوا للاشاعات اللي بتتقال والكذب اللي بيتم ان هو يتحدد في كل حته. والناس البساط ما تسيبوهمش، لان هم ناس طيبين قوي قوي وهم بيبقوا فاهمين كويس. فمصر مكانها كبير قوي، مش عشان حاجه الا بشعبها، مكانه مصر بشعبها ليكوا. يعني سعادتك ربنا حافظك لمصر، وبنشكرك انك موافق تحكم مصر وشايل شيلتنا، كتر خيرك وربنا يحافظ. ازاي بقى، ده انا ليا الشرف والله، بس متشكرين. نعم، سألنا حضرتك، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. نفعت الناس وعمرت وحفظت البلاد. الله يسلمك، حفظك الله لنا وحفظ مصر بك. اللهم امين، ربي يحفظنا بيه. متشكرين. انا بس عايز اعرف رد فعلك لما شفت الصغاريف والهتافات. انا هقول بقول المصريين، يوم ما حفلوا من المصريين زي يوم التفويض كده في 2013 3/7، يوم ما حطوا من المصريين رساله للعالم كله بينزل الملايين، لكن مش اقل من كده. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
اهلا بحضراتكم من جديد. تابعنا يمكن تقرير النهارده اللي احتشاد المصريين عشان يستقبلوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار القاهره، واللي كان في استقباله عدد من يعني الجموع الشعب المصري، يمكن عدد مش كبير ولكن على حسب ما المكان كان يعني يستحمل انه الناس تروح دلوقتي علشان برضو ما يبقاش في تعطيل مصالح الناس او الناس اللي داخله واللي خارجه من المطار. لكن بالتاكيد لو مصر كلها عايزه تروح يعني تستقبل الرئيس، المصريين كلهم كانوا هيروحوا. مشاهدينا الكرام، يمكن تابعنا التقرير، شفنا قد ايه حفاوه الاستقبال، شفنا الناس قد ايه يعني كانوا متشوقين يشوفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما رجع من اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك، ويمكن ده هيكلمنا عنها دلوقتي اللواء محمد الشهاوي. سياده اللواء، قول لي المكاسب يا فندم اللي خدناها او المكاسب اللي حصلنا عليها من اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده، وخصوصا انه مصر كانت ممثله كل عام عن الاخر. نعم. بشكل مشرف، ولكن يعني قبل ما حضرتك تجاوبنا عن السؤال ده خلينا نستقبل اتصال من الشيخ يسري عزام اللي كان متواجد النهارده الصبح في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فضيله الشيخ يسري. السلام عليكم، اهلا بيك يا استاذ عبد الرحمن، واهلا بالسيادة اللواء. وعليكم السلام ورحمه بيه. الله وبركاته، نورت الدنيا النهارده والله، وكنت يعني كنا مبسوطين جدا ان احنا شايفينك النهارده. احكي لي كده، ايه اللي دفعك تروح تشوف او تروح تستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي انت وكان في جنبك احد القساوسه موجود معاك؟ يمكن كنت انتوا الاثنين في المشهد كله، كان انه انتوا الاثنين موجودين في ايد واحده تستقبلوا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. بدايه انا بهنئ كل المصريين النهارده على سلامة سيادة الرئيس ووصوله للسلامة إلى أرض الوطن، وكانت فرحة عارمة وسعادة بالغة اليوم ونحن في مطار القاهرة، وأنا وأبونا كان جنبي وكنا بنستقبل سيادة الرئيس، وده إن دل يدل على إن مصر فيها وحدة وطنية. بالتأكيد. وإن عمامة الأزهر مع عمامة الكنيسة تمثل العلم المصري وشعار طول عمرنا كده يا فندم. بالتأكيد. العمامة الأزهرية فيها اللون الأحمر والأبيض، وعمامة الكنيسة فيها اللون الأسود، وعلم مصر متكامل في بعضه تمثل العلم المصري. وطبعا لا يخفى على كل المصريين السعادة اللي كانت على وجه سيادة الرئيس، وكان فرحان جدا بالناس النهاردة، وده كان يعني أقل شيء إن احنا نعمله إن احنا نستقبل سيادة الرئيس بهذه الحفاوة. وكانت عيون المصريين فرحانة، عيون المصريين كانت كلها سعادة أنه وصل إلى أرض الوطن، رغم الإشاعات ورغم تزييف الوعي ورغم الكذب الذي يبثه أعداء الوطن في القنوات المنقادعة الكاذبة. بنقول للدنيا كلها مصر خير ومصر محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، والجيش المصري سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عليه الصلاة والسلام خير أجناد الأرض وفي رباط إلى يوم الدين. فإن شاء الله مصر محفوظة بالرئيس وبالجيش المصري، وربنا يجعلنا في امن وامان. ولعل ما قام به المصريين اليوم من مظاهرات حفظ وتأييد السيد الرئيس ادل دليل على ان مصر في رباط ان شاء الله. وانا بدعو الله سبحانه وتعالى ان يرحم شهدائنا اللي استشهدوا اليوم في سيناء، ويجعل دماءهم الزكيه في ميزان حسناته. لكن الشيخ قول لي كده النهارده، انت رصدت ايه وانت موجود كده مع المواطنين المصريين جنبك؟ قول لي ايه اللي رصدته وشفت مشاعرهم ازاي؟ شفت يعني انت يمكن كنت موجود وسط الناس دي غير ما احنا كنا شايفين المشهد من خلال التلفزيون، انت كنت موجود وسط الشباب دي والسيدات، قول لي كده ايه اللي رصدته من خلال تواجدك هناك النهارده الصبح؟ وخصوصا يعني انه كان في اعداد كبيره جدا من المصريين، يمكن قلنا لو فتحنا انه الناس كلها هتيجي كانت هتيجي بكتير جدا، ولكن كان الوقت كمان في التوقيت بدري جدا، والرئيس اول ما بدا كلامه قال لهم ايه اللي مصحيكم بدري النهارده الجمعه، والمعروف انه المصريين يعني يوم الجمعه بالنسبه لهم يوم راحه لحد يعني قبل ميعاد صلاه الجمعه. ايوه يا استاذ عبد الرحمن اتفضل. بقول لحضرتك قول لي ايه اللي رصدته النهارده من خلال تواجدك بجوار المواطنين دول، والمصريين المصريين كانوا بيقولوا ايه للرئيس كده الصبح بدري، ويمكن كان هو بيعلق على وجودهم في الوقت ده، يعني كان الوقت بدري جدا، ان هم يعني بيقول لهم ايه اللي مصحيكم بدري، ومعروف طبعا ان المصريين بيصحوا يوم الجمعه متاخر شويه. يعني تخيل سياسه الرئيس بيقول لهم انتوا صاحيين بدري، كانت الساعه 8:30 في الوقت ده، وانا لقيت ناس من بعض الاصدقاء والمعارف بيقولوا لي احنا موجودين من الساعه 4 الفجر. يعني ايه اللي خلى المصريين يطلعوا في هذا الوقت؟ ما هو الا الحب، مظاهره حب وتأييد
وبنقول للدنيا كلها بنحب رئيسنا وبنحب جيشنا وبنحب بلدنا، وربنا يحفظ مصر إن شاء الله من كل مكروه وسوء. نصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا ربي أن تحمي مراعيها، الشمس عين لها والليل نجواها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طبعا شيخ يسري، ولكن اللواء محمد الشهاوي كان ليه سؤال عايز يوجهه لك من خلال الكاميرا، اتفضل يا فندم. اهلا بك يا شيخ يسري. وفعلا انت عندما استشهدت بهذه الآية الكريمة بنجد ان ما تقوم به قنوات الاخوان عبارة فعلا عن غثاء لا يتم الالتفات اليه، وبتدي رسالة بأن الشعب المصري قوي، شعب حضارته كبيرة، شعب جه عليه يعني مصاعب. يكفي ان تعرض الى 42 محتل ومستعمر وقعد 2841 سنة تحت الاحتلال، ولكن مصر هي الدولة القوية وهي مركز الثقل للمنطقة كلها. فسؤالي لحضرتك، يعني لما تبادلت مع أبونا الأطراف الحديث أثناء استقبال الرئيس، وانت شبهت تشبيه كبير جدا وهو لون علم مصر من خلال عمامة الشيخ الأزهري وبين زي الكنيسة ما يلبسه فوق رأسه هذا القسيس، كان ايه اللي تم تجاذبته أطراف الحديث معاه في ايه؟ تجاذبنا ان احنا نعيش في نسيج واحد على ارض وطن واحد، واننا جميعا نحمي بلدنا، وهذا ما اصله لنا النبي في وثيقه المدينه المنوره، واخيرا معالي وزير الاوقاف في المؤتمر الاخير وثيقه القاهره تاسيا في وثيقه المدينه المنوره. كل مكان يعني نعيش في وطن واحد وندافع عن وطننا، الدين مختلف ولكن الوطن واحد وكلنا نعبد الله سبحانه وتعالى. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك فضيله الشيخ يسري عزام اللي كان في استقبال النهارده سياده الرئيس في المطار. نرجع مره اخرى سياده اللواء في نقاط سريعه يا فندم، لخص لي مكاسب مصر من الحضور المشرف لمصر في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده اللي كان فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك. فعلا في 5 مرات مشاركات سابقه، وهذه هي المشاركه رقم 6. اهميه المشاركه رقم 6 في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده الدوره 74 ايه بقى؟ ان مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بيمثل مصر وبيمثل افريقيا كمان كرئيس الاتحاد الافريقي. دي مهمه جدا. بينما ان المكاسب التي تحققت نتيجه المشاركه هو اعلاء المصالح العليا السياسيه والاقتصاديه لمصر بلقائه مع 22 زعيم لمختلف دول العالم 22، فبالتالي بيعزز العلاقات التعاون الثنائي وبيعرض الفرص الواعدة الاستثمارية في مصر، وخاصة مثل في محور تنمية قناة السويس بيعرض، لأن الرئيس دائما ما يضع المواطن المصري نصب عينيه، لأن هو بيلتقي مع قادة وزعماء العالم، يلتقي مع رؤساء الشركات الأجنبية، مع رجال الأعمال علشان يحثهم من خلال دبلوماسية أنا بسميها دبلوماسية التنمية، بأنهم يجوا رأس مال أجنبي ويستثمر في مصر عشان يحقق فرص عمل، وده يعتبر أمن قومي. أما النقطة الثانية في عملية ماذا تحقق والمكاسب التي تحققت، أيضا أن الرئيس عرض تجربة مصر الناجحة في مكافحة الإرهاب وقال لهم احنا مستعدين نعاونكم. مصر هنا انشات المركز القومي لمكافحه الارهاب والتطرف لافريقيا لدول الساحل والصحراء، 22 دوله افريقيه على ارض مصر يتم تبادل المعلومات، مساعدتهم بدورات تدريبيه على ارض مصر. ونحن نتكلم الان في كليه القاده والاركان المصريه يوجد ضباط من 15 دوله افريقيه وعربيه وأوروبية أيضا بتدرس في مصر العلم العسكري، العلم في الحروب السابقة التقليدية زي ما ذكرناها وفي الحرب ضد الإرهاب. أيضا عرض مشاكل أفريقيا إيه وإيه التغير المناخي ده وإيه الحل بتاعه، أنه هو يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها اللي هي خدت على نفسها في مؤتمر المناخ، في قمة المناخ في باريس في 2015، ان هم يدوا تعويضات للدول اللي تأثرت من التغير المناخي نتيجة
الاحتباس للغازات الدفيئة اللي هي ثاني أكسيد الكربون الناتجة من المصانع. المصانع دي موجودة فين؟ في أوروبا. تأثيرها في على جلوبال، على مستوى العالم، على كل العالم، وخاصة الدول الإفريقية بيحصل تصحر. احنا عندنا 200 يعني عدد كبير جدا، مليار شخص تعرض من تغيرات المناخية، 250 ألف بيموتوا كل سنة نتيجة التغيرات المناخية. أراضي بتتصحر، وبالتالي يجب أن هي تعاون في إنشاء مشروعات. أيضا مصر كانت سباقة في عملية التغير المناخي بإنشاء، شوف بقى حضرتك إيه، تفضل يا فندم، إنشاء أكبر محطة كهرباء توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة بان بأسوان، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح، كلها طاقة جديدة ومتجددة، طاقة نظيفة في منطقة جبل الزيت. كل ذلك بيقول أن مصر ماشي مع التوجه في عملية التنمية المستدامة يا فندم، وتوفير يعني الطاقة من مختلف مجابهة التغير المناخي زي ما سيادتك بتقول. صح. والقضية الثانية هي التنمية المستدامة. في مصر عندها مشروعات وعندها بنية أساسية تستطيع أن تساعد إفريقيا التي تحتاج إلى 400 مليار دولار. وكان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشفنا الإشادة، وقال أن مصر لديها قائد ناجح وزعيم محترم. طب أنا عبد الفتاح السيسي أسأل حضرتك، أنت حضرتك يعني شفنا اجتماعات الجمعية العامة، يعني كنا بنتابعها على مدار الأيام. نعم. الاجتماع كله، هل في رئيس تم الاشاده بيه زي رئيس عبد الفتاح السيسي؟ ده حتى في الكلمات، يعني في الجنرال ديبيت او الجلسه الرئيسيه في تسلسل للرؤساء. احنا كان حاضر 91 رئيس من اجمالي 193 دوله. كان الرئيس البرازيلي بحكم ان هو كان قائد الفتره السابقه، ثم رئيس الدوله المستضيفه اللي هو الرئيس الامريكي، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده يا فندم بيدل على ايه سيادتك؟ ده بيعكس قوه مصر وثقل مصر على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي، وبيعكس ايضا ان هم بياخدوا رؤيه مصر في مجابهه الحرب ضد الارهاب وازاي، او مكافحه التغير المناخي او الهجرة غير الشرعية. بالاضافة الى ان مصر استطاعت خلال رئاستها الاتحاد الافريقي، وده اشاد بها بالمناسبة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وقال ان مصر حققت نجاحات في انشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية. اول مرة افريقيا تعمل منطقة تجارة زي سوق افريقية مشتركة، بالرغم من اللغات المختلفة الكثيرة في افريقيا. عاوز اقول كده بس معلومة للسادة المشاهدين، افريقيا فيها 2168 لغة، وبالرغم من ذلك استطاعت مصر وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان تساعد في تدشين منطقة التجارة الحرة الافريقية القارية الشهر قبل الماضي، بالرغم من 2168. طب احنا عرب بقى، 2168 لغة افريقية مختلفة عن بعض. طب احنا كعرب 22 دولة، نعم، لغة عربية واحدة، دين واحد الدين الإسلامي، جامعة الدول العربية موحدة لكل ومع عرب. ذلك لا توجد سوق عربية مشتركة، لا يوجد قوة عربية مشتركة، أي جيش عربي موحد. نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة شرم الشيخ في 2015، وبالتالي هذه القوة لو موجودة ما فيش تدخل أجنبي يجي في الشؤون الداخلية للدول العربية. عندنا سوريا واحدة كمثال، هناك قوات عسكرية، شوف بقى أستاذ عبد الرحمن، ليه 68 دولة، إيه ده؟ قوات عسكرية 68 دولة بيحاربوا في سوريا؟ نعم، بالإضافة للتنظيمات الإرهابية مثل النصرة وداعش وكل هذه العناصر. احنا الحمد لله يعني الحمد لله. مصر بتتمتع بالامن والامان والمشروعات التنموية. احنا لازم ندي رسالة امل. هناك قنوات الاخوان بتعطي رسالة يأس. يأس ليه؟ واحباط. لانه عندما تزرع اليأس ينمو الغضب، تثمر الفوضى، يعم الخراب. بيلاقوا شعب صلب، شفناها النهاردة في المنصة بعشرات الالاف بيحتفلوا بكلمة واحدة، هي لا للفوضى وتحيا مصر ويحيا زعيم مصر. احنا شفناهم يا فندم لكن ما سمعناهمش بيقولوا ايه. ايه رأي حضرتك لو تيجي نسمعهم دلوقتي من خلال تقرير، نسمع الشعب في الشارع بيقول ايه، نشوف التقرير ونرجع لكم تاني مشاهدينا الكرام.
فاكر كنا ايه قبل كده على طول ودلوقتي ايه منتظرك هدول دول مش مصريين بتخون دول عايزين يخرجوا عايزين يدمروا البلد مش بس اكل وشرب قصة البلد دي مستهدفة عايزين يقسموها عايزين يخرجوها ومصر لو وقعت الوطن العربي كله هيقع دول الخير كلها هتقع مش هنلاقي حتى رغيف العيش اللي احنا بنتبطر عليه دلوقتي لا ما يقدروش الدولة بتاعتنا دولة لا تقوى عليها أي دقة في العالم كل إن أنا مش حاسة أصلاً بقلق ده في حد ذاته أكبر سيفتي أنا مش قلقانة على نفسي أنا جاية لا خالص أنا جاية من زقازيق لوحدي وباجي تمريني زي ما أنا وزي كل مفيش أي مشكلة ومش حاسة بأي خطر ما ناكلش ما نشربش مش مشكلة ما تعيش بس نمشي بأمان وبناتنا وأولادنا يتحركوا بحريتهم لما يكون بلدك عندها أصول ولا لما يكون بلدك زي سوريا تختاري ايه؟ انا اختار ان يكون بلدي عندها اصول الشغل ده شغل مأجور شغل مأجور راجل بيتاخد لها فينا بيتاخد لها في مصر وراجل بيشتغل باخلاص ولولا هو كان زماننا زي اليمن وسوريا والسودان والعراق كان زماننا بنقتل في بعض مفيش ثورة تاني ناصر مش ناس ثورات تاني مش ناس خراب مش نقدر نخسر ونوقف حال البلد محدش فاضي يعني شوية غليان في البلد انا اعرف البلد انا عايش في جنة انا بقيت خالص من البلد مفيش حاجة الدنيا جميلة يا وحلوة ما كان من كام يوم شوية حاجات ده كلام كده انا ما منزلش لكن تتأمل الحياة زي ما هي مفيش حاجة جديدة كل حاجة غالية معلش بقى مناوشات وناس بتتكلم كده في الهواء خليك معايا ولا اسلوبة دي ناس منحلة حرفيا مسروقة للتخريب كل ده كلام فاضي يا مدام كل ده كلام فاضي انا ولادي بينزلوا يروحوا الشغل وبيجوا الساعة واحدة بالليل ما حد بيقول لهم انتوا من جماعة مين انا بلندر ها مقدم على حساب الدوله يعملوا لي عمليه تتكلف 150 الف جنيه على حساب الدوله هيغيروا لي عيوني خالص واحنا هنا شغالين كل يوم ما فيش حاجه ما تجيتي على غفله اهو محدش سامع الناس عايزه ايه الحكومه بتعمل حاجات شايفاها بمصلحه الناس بس الناس مش شايفه النقطه دي اللي حاسس بالظلم هينزل احنا عايزين الامور تستقر الراجل ماشي خطوه خطوه بس هو جاي على الغلابه كله خير البلد كويسه وزي الفل بس احنا بنعمل اشاعات على الفاضي البلد شغاله زي الفل احنا شغالين زي الفل لا ولا الان انا لو الان ما نزلش المحل ولا افتح المحل يعني اصغر يا اصغر لا مش لزوم محدش هينزل ولا حاجه انتوا اللي عاملين قلق استخدمنا للبلد فيها استقرار وفيها أمان يعني الكباري دي عملها منين؟ الإسكان اللي احنا بنشوفه ده عمله منين؟ يعني هو حرامي ماشي عمل كل ده بقى منين؟ مصر فيها قد ايه لما يسرق ويعمل الكباري دي كلها؟ الراجل بيعمل قصر جمهوري كل دول العالم فيها قصور جمهورية اشمعنى انا هعمل عاصمة إدارية في العين السخنة الزاير اللي هيجي للعاصمه الاداريه كرئيس دوله كرئيس دوله يجيبه من عين السخنه عشان يبات في القصر الجمهوري في القاهره انهي عقل يقول كده لازم يعمل قصر جمهوري هناك اللي ينزل يوم الجمعه انسان مريض مين اللي هينزل الجمعه وانسان خايل وجاه مين هم يعني مين اللي هينزل الجمعه قلنا مين هم اللي نازلين مفيش حد هينزل ادم مؤدب ينزل مستقره ده رئيس دوله من رئيس دولة مجاش في مصر التلفزيون دول عيال صيع بلوك ايوه ناس مش لاقي حاجه تعملها احنا عايزين بلدنا مستقره انا قد ايه يعني نزل 20 نفر بتتكرر على مستوى الجمهوريه نزل 1000 واحد عايزين بلد امن وامان بلد مستقره اللي نزل الجمعه اللي نزل الجمعه اللي نزل الجمعه اللي نزل والله احنا مش عايزين فوضى ولا عايزين كويس بس احنا عايزين البلد تتعدل انا كمواطن قبل ما اتكلم او قبل ما اي حاجه تحصل عايزين تديني البلد تتعدل ازاي هي هتتعدل في المظاهرات احنا هننزل مظاهرات نعمل ايه احنا عايزين نتقدم مش عايزين نتاخر عايزين البلد دي تنهض مش عايزينها ترجع لورا لما المحلات دي تقفل الناس دي هتاكل منين احنا مش غنم من الساق
ما بناكلش العوانصه، احنا اهل شبرا ما بتاكلش العوانصه. نسبه جنين طبعا، نسبه جنين شبرا استجاره، احنا قاعدين براحتنا ومش خايفين على عيالنا. احنا معاك لانك ماشي صح. أيوة على عيننا وراسنا. وهو قالها، لو الشعب المصري قال لي امشي همشي. اللي بيقول له امشي مش الشعب المصري. 2010 لحد هو ما خدش الشعب المصري الحقيقه اهو في الشارع اهو. مشكلتنا ان البلد بايظه زي ما انت شايفه، ولا في شغل ولا في مشغله وكله قاعد ومفيش اي حاجه. لو حد قال لك ان هو مستريح من الناس دي يبقى الناس دي كدابه. لا ننزل نتظاهر، ده هتخرب اكتر. احنا سامعين بس الاشاعات هي اللي ماليه البلد، لكن ما فيش الكلام ده. بس في الغلا هو اللي بيخلي الناس تتكلم. احنا الناس الغلابه الطبقه اللي زي حالاتنا اللي بتشتغل باليوميه دي مش مكفيه نفسها، مش عايشه. اسمع اللي بقول لك عليه، المشاريع اللي هو عملها الكباري دي والعمليه دي مش البلد، مش اي حد عملها غيره هو. يبقى انت جاي عايزين برضه خير البلد. اصبروا عليا، ادينا صبر. بلدنا كويسه ولا عايزين مظاهرات ولا عايزين خراب؟ مستحيل مستحيل يا اخي. لانه يا اخي اللي حصل بدول الجوار يعني ليبيا سوريا اليمن، يعني اكبر دليل انه الناس يعني لازم يكون عندها وعي لقدام، ما لازم تخرج. ايه رايك في الفتح في مصر اليومين دول؟ زي الفل. خش يا بيه، هندخل خش يا بيه. بس في ناس دلوقتي عايزه تنزل تاني وتعمل تولع الناس دي بجد. خونه ماجوره، بيطالبوا بحاجات. ما ايه الحاجات اللي بيطالبوا بيها؟ كان واخدها خربانه خلاها دوله دلوقتي. يلا يا عم امشي، عايزين على شغلنا. الناس دي متأجرة عشان يعرفوا. خلي الاهلي يقوم تاني، فعلا حرام عليك. محدش طالع، ده جمهور الاهلي بيحتفل. البلد عايزينها تقف على رجليها. عايزين البلد مش عايز ينزل يجروا ليه؟ هي ناقصة. مع الوالد. اللي مصورة مع الوالد. البنتين دول ما ادفع لهم فلوس وقابضين فلوس. هيستفادوا ايه؟ اللي استفادوا مش عايزين مظاهرات. ماشي. تمام؟ مش عايزين قصور، عايزين مدارس وعايزين مستشفيات وكده. هم الناس كده ما عندهمش ولاء، واحنا كويسين كده. مالنا في كفايه الرئيس 100 مليون شعب. كفايه مجهود صراحه. بس الكاميرا مين يا جماعه؟ احنا بنت معانا الكاميرا. ده اللي بيضرب مراته بتروح تقف من ده التحالف بتعمل لهم، بتعمل مظاهره، حرام عليهم والله العظيم. تعبنا احنا اكتر ناس متضررين. هو اللي بنى هيتهد تاني لو حصل ثوره، يعني صدقنا ما لان احنا واحده ستيب باي ستيب هنلاقي الدنيا فاهماني. انا شايف ان الشعب في حاله غضب، بس ان الثوره دي ملهاش اي وجود، لان لو حصل ثوره مش شايف ان البلد هتقع مش هتقوم تاني. الثوره طريقه غلط، واحنا ما استفدناش حاجه من 2011 ولا 2013. انا اصلا مكسل انزل الكلام. التقدم مش هيجي مره واحده، لازم تعب شويه واحده واحده. بص احنا لو ايه اللي بيحصل في البلد؟ انا عندي درس فلسفه ومتاخر. مش انا اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. يمكن شفنا تابعنا معنى الرأي الناس في الشارع كان شكله ازاي. الناس كلها متوجسة من انه الاشاعات المغرضة دي بالتأكيد هترجع مصر لورا. الاشاعات في حد ذاتها هي اللي بالتأكيد هترجع مصر لورا، مش الناس تقول في حد ذاتها انه هينزل او في ثورة. لا، هو ما فيش ثورة، هو اشاعات كلها مغرضة من قلة قليلة، يعني بالكاد يعد على اصابع اليد الواحدة. فانت ممكن احنا النهاردة عايزين نتكلم عن قوة مصر العسكرية. ليه مصر النهاردة بتعزز قوتها العسكرية؟ احنا نعلم ان الجيش المصري الان اصبح الجيش العاشر على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور. لماذا مصر بتعزز قدراتها العسكرية؟ اول حاجة لتأمين مصالحها الاستراتيجية ومصالحها القومية. نعلم ان باب المندب بيمثل يعني مدخل البحر الاحمر وقناة السويس التي تدر ثلث الدخل القومي، يبقى لازم تأمين مضيق باب المندب. وأيضا حقل ظهر، حقل ظهر ده على مسافة 200 كيلومتر من بورسعيد، لازم قوة تحميه حتى لا يكون هناك شطط أو يكون هناك تخريف من أردوغان ويريد أن يختبر قوة الجيش وصبر الجيش وصبر مصر من خلال أي عملية. بالتالي قواتنا البحرية جاهزة، بالإضافة إلى التوازن العسكري في المنطقة. كان هناك الجيش العراقي غير موجود الآن، الجيش السوري قل إلى حد كبير، فما علشان التوازن العسكري بين مصر وبين الدول العربية كلها ومصر على رأسها وإسرائيل، يبقى لازم بعد أن قوتين كبار خرجوا من هذا التوازن العسكري لابد أن يتم
لابد أن يكون هناك تعزيز للقدرة، لأن العدو الأول والرئيسي لمصر هي إسرائيل، ما فيش عدو تاني، وبالتالي مصر بتقوم بتعزيز قدرتها لهذا، بالإضافة إلى أن هناك الآن عدو غير نمطي وهو حرب الإرهاب، لابد أن تستعد. وزي ما قلت سابقا بنلاقي دول ذات مركز ثقل عسكري كبير بترغب في تنفيذ التدريب المشترك، يعني بنلاقي روسيا مع حماة الصداقة، فرنسا مع كليوباترا ورمسيسشوب، حتى بيختاروا أسماء التدريبات المشتركة من الحضارة الفرعونية الرهيبة الجميلة، بالإضافة إلى بريطانيا بيكون هناك أحمس برضو أسماء فرعونية لعظمة الحضارة العربية والحضارة الفرعونية، ومع اليونان ميدوذا ومع قبرص ومع الدول العربية الآن هناك تدريب مشترك يسمى الموج الأحمر مع المملكة العربية السعودية ومشاركة ثلاث دول، علشان كله بيتم التنسيق وتبادل الخبرات وصقل المهارات وتعزيز العمل الموحد لمنطقة البحر الأحمر اللي هو شريان مهم جدا للدول المشاطئة لي. وبالتالي بنقول احنا نطمئن، لكن انا لو سمحت لي في النهاية عايز اقول رسالة رسالة للشعب. احنا شفنا النهاردة فعلا تجمع يعني يرفع المعنويات الى السماء، بان الشعب المصري ان هو بيستطيع يتجمع ويكون خلف قيادته السياسية وخلف الحكومة. يعني احنا عاوزين لا نستمع الى الاكاذيب والى الشائعات والى الاخبار الكاذبة المفبركة والصور الغير حقيقية، لا نشير مثل ذلك ابدا، ويكون عندنا ثقة في انفسنا وثقة ان مصر قوية، دولة قادرة تستطيع ان تحمي وجيشها الذي هو مركز الثقة لمصر والمنطقة العربية، يحمي الامن القوم العربي ويحمي الامن القوم المصري في الاساس. هي دي روشتة حضرتك يعني للمشاهدين؟ اول حاجة العمل، ده اول حاجة. نمرة اتنين ان احنا برضو بنقول رسالة للعالم، خلاص احنا ورينا رسالة ان احنا نقدر نتجمع بملايين في الميادين، لكن العمل يكون هو السابق. لكن الرسالة الاهم هي عدم ترديد الشائعات او عدم الانسياق وراء الذين يدعون الى الفوضى، وزي ما انا شايف قدامي هنا لا للفوضى ولكن تحيا مصر. تحيا مصر طبعا بالتأكيد يا فندم، تحيا مصر الف مرة كمان. فندم قول لي النهاردة مصر حضرتك شايفها ازاي بعد يعني اللي شفناه من الشعب المصري في المناصر يا فندم في مدينة نصر؟ قول لي المصريين خرجوا يحتفلوا فعلا ويحتفوا برئيسهم، كلهم وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلهم وراء الدولة المصرية طبعاً. وجود الدولة المصرية يا فندم شيء يعني بالتأكيد كلنا شايفين انه الشرق الاوسط يعني مصر، شرق البحر المتوسط هو برضو مصر. فكلمني فندم، شفت ازاي النهاردة المصريين في الرسالة اللي قدموها من خلال احتفالهم في ده سؤال مهم مصر. جدا أنا عايز أقول إن اللي شفناه النهاردة بيدي رسالة أن هناك تماسك جامد جدا بين الشعب وبين قيادته السياسية. لا تتخلخل هذه الثقة بين الطرفين. اللي قوى الشر تريد أن تزعزع وتفقد الثقة بين الطرفين. اللي احنا شفناه النهاردة بيقول للناس كلها اطمئنوا، مصر على الطريق السليم، مصر استعادت مكانتها وريادتها ليس على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدولي. شفنا رئيس الجمهورية اليوم بعد 7 أيام عمل 144 ساعة نشاط مكثف ولقاء مع 22 زعيم ورئيس دولة في الأمم المتحدة، بيأتي بيلاقي الشعب بينتظره في المطار بيقول له احنا معاك واحنا وراك لتحقيق الطفرة اللي احنا والمشروعات التنموية العملاقة. معلش برضو يعني انا بستغل وجود حضرتك معايا جدا، لانه حضرتك يعني ذات ثقل يعني كبير جدا يا فندم. قول لي فندم ازاي الشعب النهاردة يدعم الدولة المصرية، ازاي المواطن نفسه يقدر يقدم رسالة الدعم دي من خلال ايه؟ رسالة الدعم اول حاجة لا يستمع للشائعات ولا يرددها. نمرة اتنين يقوم ببذل كل جهده في العمل. يعني الناس اللي استقبلوا الرئيس النهاردة الساعة 8، احنا في شغلنا العمل هو الذي سيحقق قوة مصر الاقتصادية وسيضع مصر على الخريطة ويدعم ويجلي العالم كله يحترم التواجد المصري والشباب المصري. احنا اللي شفناه النهاردة هناك شباب وهناك شيوخ وكل طوائف الشعب
كانت موجودة النهاردة، وفعلا بنحيي الشعب المصري في هذا اليوم. وخلي بقى قنوات الإخوان ترى مثل تلك المظاهرات بدل المظاهرات اللي قاعدين يركبوها ويفبركوها. اللواء محمد الشهاوي مستشار بكلية القادة والأركان، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على تواجدك معنا في قناة المحور في هذه التغطية الخاصة لبرنامج صوت الناس النهاردة علشان المصريين بيحتفلوا في منطقة المنصة في مدينة نصر. شكرا ليك يا فندم على تواجدك معنا. أنا بشكرك يا أستاذ عبد الرحمن، وبشكر فريق العمل كله لأن احنا نقلنا للناس صورة ما يحدث في الشارع، لكن من باكر هو العمل والعمل والعمل. شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في تغطيتنا لهذا اليوم، ولكن تابعونا بعد فاصل قصير، كونوا معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين معاكم في التغطيه الحيه والمباشره من برنامج صوت الناس في قناه المحور لاحداث هذا اليوم اللي الحقيقه شفنا فيه احتفاليه كبيره جدا وضخمه جدا، شارك فيها عدد كبير جدا من الفنانين وعدد اكبر من المواطنين. الالاف كانوا جايين الحقيقه مش بس علشان يقدموا رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي لتأييده ودعمه، ولكن كمان علشان يقولوا ان احنا بنرفض الفوضى، بنرفض ان احنا نرجع سنين كتير جدا لورا. احنا حاسين انه في مؤامرة بتحاك ضد مصر، عارفين ان الواقع مش وردي، ولكن احنا بنحقق خطوات على ارض الواقع، محتاجين ان احنا ندعمها ومحتاجين ان هي تستمر. اي احداث هتحصل دلوقتي هتكون ضدنا وضد مسيرة التنمية وضد الخطة كل الناس عايزة مصر انها تكون فيها. فالحشود اللي نزلت النهاردة بتبين وعيها، بتبين انها بدأت تفهم كويس ابعاد المؤامرة اللي بتحاك ضد مصر، وما بقتش بتمشي ورا الاشاعات ورا الاكاذيب ورا ادعاءات باطلة لا اساس ليها من الصحة. يمكن هيشاركني كمان في التعليق على هذا المشهد الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد اللي بتشرفني انها تكون معايا على الهاتف دلوقتي. مساء الخير يا فندم. عايزة أعرف من حضرتك رؤيتك لهذا المشهد، وشايفة الشعب المصري إيه الرسالة اللي بيوجهها سواء للداخل أو للخارج؟ أولا تحية للشعب العظيم، يعني شفت النهاردة المتوقع المنتظر من شعب في بتجبي بلده وبهاء وتقوف عليه أفهمه وفي عروقه على حتى أبطب البسطاء من ناسنا الطيبين العظام، وعيهم ببلدهم ممكن أو يتألموا، ممكن يشكوا، ممكن يتطلعوا لما هو أفضل، ممكن يطلبوا بتصريحات، إنما يهدموا بلدهم، إنما يخربوا بلدهم، إنما يستجيبوا لمن يريد أن يهدم هذا الوطن. يعني أقول إيه، تكشفت أشياء كثيرة جدا 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 في هذه الأيام التي على قدر ما مر بها، ولكن كشفت أن المؤامرة الكراهية لا تريد أن تهدأ. هؤلاء الذين يرفضهم الشعب، يعني مش عارفة هل هم متصوبين بعد كل اللي سال من دماء، وبعد كل اللي شافوا المصريين، بعد كل ما مر به البلد من ألم ومن تهديدات. المصريين تاني بعد ما وثق فيهم في يوم من الأيام وأعطوهم شرف حكم مصر، ففي خلال عام بدت الكارثة وأن كل شيء على وشك ضياع، هوية والأرض والقيمة والثقافة وكل التراكم الحضاري. وخرجوا في 30/6 زي ما قالت ثلاث أنباء عالمية في خروج ملايين غير مسؤول بتاريخ الثورات الإنسانية. كل ده مش هيحقن هذا الحجم من الكراهية. أنا شفت النهاردة الوعي متجسد كما كنت أتوقع، كما معرفتي بأهل بلدي العظام الذين أثق في وعيهم ومحبتهم لبلدهم، يغضبوا لكن يهدموا لا، يصحوا
لكن على أرضية وطنية، على أرضية تبني وتزيد وتقول ده يعني. عشان كده الاستماع إليهم وفتح نوافذ الحرية المسؤولة وتخفيف الأعباء عن هذه الأرض الشعبية العظيمة اللي خرجت النهاردة، اللي يعني أشرف إني كتبت كثير عنها، عن ضرورة دعمها، عن استحقاقها لحجم ما أعرف وما أثق من خلال قرايتي لتاريخ بلدي، من خلال معرفة ناسي أنهم أبدا ما حد يقدر يخترق بينهم وبين بلدهم وبين جيشهم الوطني، بين هذا الشباب الرائع اللي واقف على الحدود. يعني احنا شفنا بيان القوات المسلحه النهارده، حجم الفداء، حجم التضحيات، حجم الاموال والمليارات المصروفه، منين ده كله؟ منين ده كله؟ ايه ده كل اللي مدفوع ده؟ عشان ايه؟ عشان تهدموا هذا الوطن لا قدر الله، وتلحقوه بما جرى لاشقاء اعزاء. سقوط مصر كان اسمه ايه؟ كان اسمه الجائزه الكبرى، لا قدر الله، ولا كان ولا حيكون باذن الله. جماعة الإرهاب كانوا فاكرين أنهم هيقدروا بالأكاذيب وشوية الفيديوهات المفبركة والإدعاءات الباطلة اللي لا أساس لها من الصحة، أنهم كانوا ممكن يعملوا نوع من الحراك في الشارع المصري. تفتكر أنهم أخذوا صفعة النهاردة؟ ده دليل على أنهم مش عارفين الشعب المصري، ده دليل على أنهم مش جزء حقيقي منه، لأنهم لو جزء حقيقي منه أولا ما كانوا قبلوا إصدار أمن، أولا ما كانوا أبدا قبلوا هذا، ولا يعني وأدركوا وأصبوا خزي مما جرى ومن رفضهم. ولكن النهارده مصطفى، والنهارده يعني إعلان يكفي ما جرى، يكفي، لا عوف لأيام يعني سبحان الله، كان بمعجزة من الله ومن إرادة الذي انتصر لإرادة هذا الشعب ودعم من جيشه الوطني اللي هو جزء من رحمة ومن دم ولحم هذا الشعب، لأنها طول إيد الشعب في جيشه ومحبة جيشه له وحبة الشعب لجيشه ولقيادته والإخلاص والبناء والتقدم للأمام مع يعني الكمال لله وحده. ما يحتاج إلى التصحيحات نصححه، ما يحتاج إلى التخفيف نخففه، ما يحتاج إلى التصحيح نصححه. ولكن والدولة أعلنت بشكل واضح وصريح من خلال القيادة ومن خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا مرارا وتكرارا أنه في إنجازات بتحصل على أرض الواقع، لكنها إحنا لسه بنحتاج للمزيد. حبيبتي مين اللي مش شايفها؟ مين اللي مش شايف حجم ما يتم في مصر؟ انجازات بعضها يصل الى حد الاعجازات، يعني خطه لبناء مصر جديده وللاكتفاء العمراني والبناء وبناء الانسان، التعليم والصحه والاهتمام به. صحيح. الاهتمام في كل الاتجاهات بشكل متوازي الحقيقه، بتوجد تنميه وتنميه واضحه وسريعه، وده كان حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ويؤكد دائما، وانا ارجو ان تدرك يعني ان تترجم الحكومه هذه التوجيهات من الرئيس، الاهتمام والتخفيف عن الاكثر الما، دول النهارده اللي خرجوا ووقفوا ودائما هيخرجوا ويقفوا، دول الظهير الشعبي، دول صحيح. اللي خرجوا في 30/6، دول حفاظ الوطن، دول اللي الوطن بيجري في دمهم، دول اللي عمر يعني اللي الخد والخيانه بتزيدهم صلابه، بتزيدهم قوه وحب وتمسك واصرار على الحفاظ صحيح. على هذه الارض. صحيح. تحية واجبة طبعا للشعب المصري بجيشه وبشرطته وبولاده، وتحية واجبة الحقيقة لكل الناس اللي هدفها أمن وأمان هذا البلد. نشكر حضرتك الكاتبة الصحفية الكبيرة سكينة فؤاد، شكرا على وجودك معنا، وهتنضم لينا كمان على الهاتف الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي وبكل السادة المشاهدين.
اهلا بحضرتك. النهارده شايفه الشعب المصري بيرد بشكل عملي على الاكاذيب والشائعات والافتراءات الخاصه بجماعه التنظيم الارهابي اللي هدفها خدمه مصالحها الشخصيه لا خدمه الوطن. النهارده الشعب المصري بيجسد صوره، شايفاها عامله ازاي؟ انا شايفه انه ده ابلغ رد النهارده من الشعب المصري، وكمان اللي حصل في سينا النهارده ابلغ رد من الجيش المصري العظيم. وكمان في حاجه عايزه اقولها، ان الاعلام المصري بدا دلوقتي يبقى فعلا اعلامنا اللي احنا كنا محتاجينه. يعني انا النهارده لما اوري الجرائم البشعه بتاعه اعداء مصر واعداء شبابنا، اللي كل غير الاسلحه وغير ادوات التدمير زارعين حشيش وزارعين وبيهربوا اقراص مخدره، دول ايه دول؟ دول مش ممكن يكونوا ناس بشر. دول يعني أخف كمان من العدو التقليدي اللي احنا كلنا عارفينه، لأن دول بياكلوا معانا، بيشربوا معانا، بيتكلموا لغتنا، بيتكلموا لهجتنا، ملامحهم زي ملامحنا، يعني اللي هم بيعملوه ملوش وصف، أكتر من الخيانة وأكتر من الوحشية وأكتر من العمالة. بس موقف الشعب المصري العظيم وإيمانه بقيادة الرئيس السيسي وبإن جيشنا معانا، ان شاء الله ان شاء الله هنقضي عليهم. بس انا عايزه اقول انه اشيد بدور الاعلام دلوقتي، انه مفيش حاجه بنخبيها، لانه انا لما اوري للمصريين الجماعه بتوع سينا دول اللي اتضربوا النهارده، صحيح الف رحمه ونور على شهدائنا الابرار وربنا يعني يسكنهم فسيح جناته باذن الله، انا اللي بقول انه لازم يعرفوا ان اللي ضحوا دول بحياتهم النهارده، شوف انقذوا كام مصري بالادوات القتل والتدمير والدمار اللي اتظبطت. يعني فده برضو دور مهم جدا للاعلام. لكن انا عايزه اقول انه مصر لما بتبقى قويه بيكتروا عليها الاعداء، لان مصر القويه بتبقى خطر على كل الناس الخونه والعملاء واصحاب يعني الحياه البائسه لكل الناس، ويبقى في كم واحد بس مستغلين. انا اللي عايز اقوله انه النهارده الشعب المصري فاهم، وفاهم انه عنده دوله بتقف النهارده وقف رئيسها بالامم المتحده، كان كل اللي موجودين ومن جميع الاطياف ومن جميع التوجهات في الدول كلهم بيبصوا لمصر باحترام. ده يعني ما كانش موجود قبل السيسي بفترة طويلة كده، احنا عارفين التدهور اللي حصل في السنوات اللي قبل الثورة، وده اللي خلانا قمنا بالثورة. فاللي انا عايز اقوله ان انا النهارده كمصرية لما اشعر ان رئيسي بيتكلم في قضايا خطيرة، بيتكلم يعني شوفي شنعوا قد ايه وقالوا ان الرئيس السيسي اتفق مع الامريكان على صفقة القرن. هل ممكن يبقى اتفق على صفقة القرن ويقف يقول الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وايضا القدس الشرقية عاصمة لفلسطين؟ مين اللي قال كده غير السيسي؟ مين؟ وقالها في الأمم المتحدة وكان الرئيس الأمريكي موجود في القاعة. دي حاجة. الحاجة الثانية اتكلم عن سد النهضة، ويعني زي ما تقولي أشهد العالم أجمع على إن الخطر ده لن تقبله مصر، إنه شعبها يموت من العطش عشان حد يبقى عنده شوية تقدم. التقدم ده ممكن أعمله بدل ما أعمله في 3 سنين عامل ان شاء الله في 20 سنه، بس ما موتش ملايين، وهو مش هياخد 20 سنه كمان. اتكلم عن التنميه المستدامه للارتقاء بمستوى الشعب، اتكلم عن قاره افريقيا اللي هو النهارده بيتكلم باسمها، مصر بتتكلم باسم قاره في حالها النهارده. احنا عندنا حاجات كتير الشعب وعاها، ولذلك كل دعوات المخربين الخونه العملاء ما بتلقاش صدى زي زمان. ايه الرساله اللي ممكن توجهها لهم يا فندم؟ العملاء اقول لهم مالكوش هنا عيش، روحوا شوفوا اتسلموا في حته تانية. احنا هنقف مع دولتنا، ومع لانه احنا زي ما بقول لك يعني عمرنا ما شفنا اعداء بهذه الخفه، يعني ناس ما بنتكلم يعني زينا، يعني ممكن يخدعونا وبياكلوا معانا، بيتقاسموا معانا اللقمه، يعني ما عندهمش ادنى احترام لاي مبادئ انسانيه. فانا عايزه اقول للمصريين اللي يلاقي حد منهم كده يبلغ عنه، ده مش وشايه، ده درء للخطر،
الدرء للقتل وللموت وللدمار. وانا رايي ان جماعه بتوصينا برضو اخواننا اللي فينا واشقائنا يعني اللي هم كمان البدو اللي لعبوا دور رائع ايام حرب الاستنزاف زي ما وراها فيلم الممر الجديد ده، لازم النهارده برضو يقفوا مع الشرطه ومع الشعب ومع الجيش وهنقضي عليهم. مفيش حد يعني مفيش تنظيم ارهابي قضى على دوله، ما بالك الدوله اللي هي صحيح قبل التاريخ. ربنا حميها ومذكورة في القرآن. احنا بنشكر حضرتك الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي، شكرا على وجودك معنا. ومعنا كمان على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير والروائي الأستاذ يوسف القعيد، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ يوسف. أيوة مساء الخير يا فندم. أهلا مساء الخير، أهلا بيك. تقول ايه النهارده للشعب المصري وللقياده وكمان للعملاء والخونه اللي كانوا عايزين ان هم النهارده كانوا فاكرين ان هم ممكن يدخلوا بين الشعب المصري ويفرقوه؟ بصي يعني في هزيمه منكره النهارده، لانه لو شفتي حجم الحشد وحجم الترويع وحجم التخويف اللي مورس ضد المصريين على مدى أسبوع كامل، لازم تدركي أن الفشل مخيف، وأنه هذا الشعب العظيم أثبت أنه عظيم وأثبت أنه الدرع الواقي لهذا الوطن، وأنه مع قواته المسلحة ومع شرطته ومع نخبته أثبت أن البلد بخير، وأن البلد من الصعب إن لم يكن من المستحيل اختراقها أو هزها، لكن اليقظة مطلوبة والموضوع مستمر ولم ينتهي بانتصارنا النهاردة، لأنه إحنا بنواجه عدو خبيث مدعوم من قوة، وواضح أنه يعني تدفع له أموال ضخمة جدا من دول بعينها. لازم نستمر، ولازم كل المصريين كل واحد في موقعه وكل واحد في مكانه يعتبر أنه مسؤول عن أمن هذا البلد، يعني ما ينامش على أساس أن الرئيس هو المسؤول. صحيح. الرئيس مسؤول فعلا وقائم بكل المطلوب منه وأكثر. يكفي أنه نزل من المطار بعد رحلة من نيويورك أعتقد استغرقت أكثر من 10 ساعات بعد 7 أيام من العمل الرهيب جدا، ومع ذلك توقف وصافح الناس اللي كانوا منتظرينه واتكلم معاهم ولم يكن في عجلة من أمره بعد رحلة شاقة جدا جدا جدا. لازم ندرك ان احنا قدام مسألة، مش عايز اخوف، مش عايز اصيب الناس بالإحباط واليأس، انما بلدنا تواجه حرب، وهي حرب فعلا بمعنى كلمة حرب، فإحنا ليست ضد دولة معينة، ليس ضد جيش معين، لكنها ضد بثور وأشياء مريضة في الجسد المصري الكبير منتشرة بيننا، منتشرة في كل مكان تقريبا. هم قلة شديدة جدا، لكن كونهم قلة يمكنهم من التنسيق ومن العمل، ولا بد من أقصى درجات اليقظة والاهتمام. حقيقة أن الرئيس السيسي دايما كان حريص على مواجهة هذه الادعاءات أو الأكاذيب، ودايما ليه كلمة مشهورة: العمل ثم العمل ثم العمل. تمام. أيضا يعني لا يجب أن النخبة المصرية خاصة الحقوقيين والسياسيين أنهم يتركوا الدولة تحارب، يتركوا قواتنا المسلحة تواجه، يتركوا شرطتنا تصل الليل بالنهار، إنما لابد من البحث والتأني والدراسة للجوء إلى المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة وإلى المحاكم الدولية ضد الدول نحن نعرفها تماما ولدينا يقين بها تماما، اللي هي فيها على الأقل الفضائيات التي تروج لهؤلاء الأكاذيب. الأوغاد. نعم. هؤلاء الأوغاد وهؤلاء المنحطين وهؤلاء الذين باعوا الوطن بأبخس الأثمان.
علينا أن نلجأ للمجتمع الدولي بشكاوي محددة بتسجيلات محددة، لأنهم بيقولوا أسماء العواصم اللي هم موجودين فيها، بيقولوا أسماء الدول اللي هم فيها. يعني الأمر ليس سرا على الإطلاق والدنيا كلها تعرف، وهذا لا يمنع أن المجتمع المدني المصري، المجتمع الحقوقي، نقابة المحامين، نادي القضاء، كل هذه الهيئات تلجأ للعالم شاكية مطالبة بتعويضات مالية ضخمة عن حجم التعطيل اللي حصل للاقتصاد المصري. احنا مستعدين نجوع وندافع عن بلدنا، لكن ايضا لا نترك المعتدي ولا نترك الخائن يجني ثمار خيانته ويجني ثمار عدوانه ويجني ثمار عملته للجهات الأجنبية التي يعمل لحسابها ضد بلده وضد وطنه وضد أهله وضد ناسه. إيه الرسالة اللي حضرتك توجهها للشعب المصري وللقيادة كمان، القيادة المصرية؟ أنا يعني عايز أقول للرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن نعرفه منذ ما بعد 25 يناير 2011 بأيام، عندما كان مديرا للمخابرات الحربية، وهو رجل صبور ومهذب ويعلي من قيمة الأخلاق قبل أي اعتبار آخر. عايز أقول له اعتبر أن المعارك مستمرة وأنك تمثل 107 مليون مصري في الداخل أو في الخارج، هذه قلة شديدة، وأنا متأكد أنه ليس في حاجة إلى طلبي ولا نصيحتي، لأنه يعرف جيدا أن ده قدره وأن ده دوره وأن ده مكانه في التاريخ، تاريخ مصر الحديث. فإن كان محمد علي أسس مصر الحديثة في القرن 19، إن كان جمال عبد الناصر حاول أن يؤسس مصر الحديثة في النصف الثاني من القرن 20، فأنا رأيي أن المحاولة الثالثة والثالثة تبتة يقوم بها الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشعب المصري وبالشعب المصري وبعرق الشعب المصري وبدموع الشعب المصري وبتصميم الشعب المصري وبالتفاف الشعب المصري حول عبد الفتاح السيسي كرمز لمصر. أنا يعني أعرف أنه يعرف ما يجب عليه القيام به، وأنه جندي مخلص في خدمة هذا الوطن، وأنه يصل الليل بالنهار من أجل هذا الوطن. لو شفنا حجم اللقاءات اللي عملها في نيويورك، لو عدناها بالساعات وقارناها بعدد الساعات اللي أقامها هناك وقعد أسبوع كامل، هنكتشف أنه لم ينم إلا لحظات عابرة جدا. لو شفنا حجم لقاءات رؤساء الدول، البنك الدولي، القمم الثلاثية اللي عملها مرتين مع دول إفريقية، النزاعات اللي حلها وهو موجود في نيويورك بين دول إفريقية ودول إفريقية عشان هو مسؤول عن هذا باعتباره رئيس منظمة الوحدة الإفريقية. يعني ما أقول له، يعني سر في طريقك، وكل المصريين معاك، كل المصريين حولك أكيد، وكل المصريين مستعدين يفدوك بعمرهم. أقول للشعب المصري، مصر أعظم دولة في التاريخ، مصر مهد الحضارة، مصر لا تقارن بأي دولة على وجه الأرض، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أي دولة في الكون. المسألة لا هي مسألة غنى ولا أموال ولا أسلحة ولا جيوش، المسألة مسألة حضارة. مصر هي التي اخترعت الحضارة، وعايز أقول لكل مصري مسؤولية كاملة، أنك في سلوكك اليومي، حتى وانت في السوق بتشتري، حتى وانت قاعد على القهوة، حتى وانت بتفعل أي شيء في حياتك، لكل مصري ومصرية، وعايز أقول المصرية قبل المصري، عايز أقول المرأة قبل الرجل، لأنها تحملت كثيرا وهي أكثر عطاء، وكلنا شركاء في هذا الوطن. بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي الكبير والروائي الأستاذ يوسف القعيد، شكرا على وجودك معنا في صوت الناس. زي ما تابعنا منذ قليل البيان الخاص بالقوات المسلحة، واللي الحقيقة كان بيظهر جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، واللي أسفرت عن عدة معلومات هنشوفها في البيان ونرجع تاني مع حضرتكم.
في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي. و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. و25 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود، ضبط وتدمير 37 سيارة و42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال. واستكمالا للمهام القتالية، تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية. كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية: ضبط 15 بندقية آلية و3 رشاشات و24 خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقاذفين ار بي جي، ضبط 2441 كيلوغراما من جوهر الحشيش المخدر، وضبط 6265 كيلوغراما من نبات البانجو بالإضافة إلى 20 كيلوغراما من مادة الأفيون المخدر، وضبط 1,562,086 قرص مخدر، اكتشاف وتدمير 25 فدانا من نبات الخشخاش والبانجو و1,268 كيلوغراما من بذور الخشخاش والبانجو و23 عربة تستخدم في أعمال التهريب، ضبط 50 جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية 11,071 فردا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد. ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة
بمناطق العمليات. تم استشهاد وإصابة ضابط وتسعة جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية. وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم. حافظ الله مصر وشعبها. بجد بقولها من كل قلبي إن لما نشوف ونسمع بيان القوات المسلحة بالأرقام الكبيرة اللي موجودة فيه على كافة الأصعدة، سواء من أعداد لجماعات تكفيرية، سواء من مخابئ، أعداد أسلحة، أعداد عربيات، هجرة غير شرعية، مواد مخدرة بيكتشفوها وبيلاقوها بتحاول تدخل البلاد علشان تدمر صحة وعقول الشباب هنا في مصر، خطة بتحاول إنها تدخل من كل ناحية وأي ناحية، إرهاب، مخدرات، هجرة غير شرعية، تدمير، تشكيك في المؤسسات، غير الحرب الإلكترونية. لا، الموضوع كبير. احنا قداء وقدود، ومصر محفوظة ومذكورة في القرآن، وربنا هو اللي حاميها قبل كل شيء، ثم جيشها، ثم شعبها، وشعبها هو الدرع الأمن والأمان ليها في كل وقت طبعا. ولكن احنا لازم نكون واعيين، ولازم نكون عارفين ان احنا بنتهاجم وبنتحارب علشان احنا ماشيين على الطريق الصح. تاني بنرجع نأكد وبنرجع نقول ان الدنيا مش وردي، ان الحياة مش كلها بقت حلوة، لكن احنا على الطريق الصحيح في الانجاز وفي تحقيق المهام على ارض الواقع. هنتكلم بتفصيل اكتر مع ضيفنا على الهاتف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق واستاذ العلوم الاستراتيجية. مساء الخير سيادة اللواء. اهلا، مساء الخير. لو حضرتك تقول لنا، تابعت بيان القوات المسلحة ازاي والأعداد اللي ذكرت في هذا البيان على كافة الاتجاهات؟ يعني لسه النهاردة الرئيس هو راجع بالسلامة الحمد لله، بيقول ان مصر مستهدفة وان هذا الاستهداف مستمر ولن يتوقف، لان مصر هي حجر الزاوية، هي صمام الأمان للمنطقة العربية ولكل الدول المحيطة في محيطنا الإقليمي. وبالتالي احنا دائما متوقعين، قواتنا المسلحة عينيها لا تغفل، ايديها على الزناد، ولولا هذا ما رأينا هذا البيان اليوم. قواتنا المسلحة، يعني ندي أمثلة بسيطة للي حصل في البيان اللي احنا شايفينه النهاردة، نشوف يقظة قواتنا الجوية وتصديها لهذا الكم من العربات اللي لو نجحت في التعامل، سواء كانت العربيات المفخخة أو المحملة بالمتفجرات أو اللي جاية بتحاول تعبر بالأسلحة أو الدراجات البخارية اللي بتستخدم في عمليات النسف والتدمير، لكان الخسائر بالمئات، ولكانت الخسائر المادية بالملايين. إنما يقظت قواتنا المسلحة، يقظت أبنائنا من القوات البرية بعملياتهم الاستباقية وقتل أكثر من 110 أو 118 إرهابي بالشكل ده، دول كانوا ممكن يقضوا أو يقتلوا كم من الأبرياء من أبناء مصر. إذن قواتنا الجوية قامت بعمل مجيد، قواتنا البرية في شمال سيناء وتصديها لهؤلاء الإرهابيين، أيضا قوات حرس الحدود وإحكام السيطرة على حدودنا في الغرب وفي الجنوب، اللي بنقول كمية المتفجرات أو المخدرات أو الأسلحة اللي بيحاولوا يهربوها من غرب، من ليبيا اللي هي أصلا جاية من تركيا، اللي بتحاول تدفع بيها إلى مصر. يقظت أبناء القوات المسلحة وبالذات حرس الحدود اللي قدرت تسيطر وتمنع كل هذه العناصر المخربة من التسلل إلى أراضينا، والآلاف من المهاجرين هجرة غير شرعية اللي بيحاولوا يجعلوا من أرض مصر ممر ليهم للعبور لهجرة غير شرعية إلى أوروبا، قدرنا إن احنا نسيطر عليهم. في كل هذه المجالات قواتنا مسيطرة تماما على حدودنا وعلى أرضنا، وفوق هذا كله نشوف قواتنا البحرية المسيطرة ولها اليد العليا في مياهنا الاقتصادية ومياهنا الإقليمية، وبتؤمن كل مجالنا الحيوي، سواء أهدافنا الغازية أو الحيوية في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر
لنحيي كل رجال القوات المسلحة هذه العيون التي لا تنام، بنحييهم على ما يقدموه دائما من الشهداء ومن الجرحى. لم يمر هذا العمل إلا وفيه شهداء قدمت القوات المسلحة فداء لوطنهم. لنا في هذا البيان 9 من الشهداء والجرحى، بندعو الله للشهداء أن يقبلهم بأعلى عليين في الفردوس الأعلى من الجنة، والشفاء العاجل لكل جرحانا إن شاء الله. أكيد طبعا. سيادة اللواء، عايز أسأل حضرتك حاجة. إحنا كلنا عارفين دلوقتي مما لا يدع مجال للشك إن في مؤامرة. سيادة اللواء معنا؟ طيب إحنا هنحاول نعاود الاتصال بسيادة اللواء نصر سالم، لكن إحنا زي ما شفنا إنه فعلا إحنا عندنا أرقام كبيرة، عندنا ناس بتحاول إنها تخرب البلد. ده ليه؟ لأنه إحنا شايفين إن مصر بتتطور على موضوع الاقتصاد، السياحة بدأت تعود، إحنا دلوقتي في التعليم مثلا بنحقق خطوات جيدة جدا، بنحقق خطوات كمان جيدة في الصحة، بنحقق الإسكان الاجتماعي اللي بيليق بالمواطن المصري وأدميته، بنقضي على العشوائيات. وزي ما كان عندنا قبل شوية من شوية الفنان الكبير محمد صبحي اللي هو كان متبني موضوع العشوائيات بصفة خاصة، والحقيقة ان هو بشهادة خاصة منه قال انه في هذه الفترة تحديدا الدولة بتولي اهتمام غير مسبوق ملف العشوائيات، لانه ملف في منتهى الخطورة، وفي ملف في منتهى الأهمية، لانه متعلق بأرواح ملايين المصريين اللي فضلوا سنين طويلة بتعاني من الإهمال، وبتعاني من ضعف البنية التحتية الموجودة في هذه العشوائيات. فكون ان احنا نوفر لهم بيئة آدمية ومعيشة آدمية فده انجاز كبير مش هيرضي ناس كتير. معنا على التليفون اللواء أركان حرب ناجي سعود، وهو شهود وهو المستشار بأكاديمية الناصر العسكرية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا أستاذ نيفين، أهلا بيكي وأهلا بزملاء العمل في الاستوديو، وأهلا بالمشاهد الكريم مشاهد قناة المحور. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني قبل ما ندخل النهاردة على توصيف لهذا المشهد، يا ريت حضرتك في البداية تعرفنا ليه في هذا التوقيت تحديدا بدأت تظهر هذه الإشاعات والإدعاءات والافتراءات ومحاولة التشكيك في مؤسسات الدولة وكيانتها. لا، هو مش دلوقتي، المخطط ماشي من فترة طويلة، مخطط التشكيك في مقدرات الدولة لأحد وسائل الحرب النفسية اللي بتستهدف الإنسان المصري عشان توصلني إلى الدولة الفاشلة. ووسائل التواصل الاجتماعي هي أهم هذه الأدوات. المخطط ماشي من فترة، والمخطط دايما بنقول يا أستاذ نيفين مش تفكير فرد ولا جماعة، لا، بتفكير مؤسسات ومنظمات عارفة بتعمل ايه وبتدير الأمور ازاي وبتموله ازاي. بس من نعمة ربنا عليكم يا مصريين، اللي بينفذ هذا المخطط بينفذه بغباء. فانتوا على التوازي شعب ذكي، فقادرين تقروا اللي بيحصل، ومحدش عارف يتني ويفرد فيكم زي ما عايز ويخليكم ماشيين ومخطط هو رسمه. الهجمة الشرسة هي متوزعة، هي مطلوب تحقق هدف محدد. الهدف ده ان انا اوصلك يا مصر انك ما ينفعش تبقي ارضك على بعضها وشعبك على بعضه. احنا في طريقنا، احنا سعيين من سنين طويلة ان احنا نعمل الشرق الاوسط الجديد اللي فيه مصر متقسمة من حيث المبدأ 5 دول، وبعدين 5 دول هيتقسموا بعد كده. مش انا اللي جايب الكلام ده، لو دوستي على بعد خلصت برنامجك وكتبت خرائط الشرق الاوسط الجديد اللي عملها برنارد لويس اليهودي الانجليزي سنه 82، هتشوفي مصر شكلها ايه والمنطقه العربيه شكلها ايه. كل ده عقب اللي عملتوه في 73 وما هزته اوروبا وامريكا بمنع البترول في 19 اكتوبر 73. طيب الكلام يتم ازاي؟ انتوا ما جيتوش بالحسنى والاخوان كانوا ماسكينكم ويقسموا البلد ببساطه شديده من غير مشاكل. ما عجبكوش. طيب لميتوا الاخوان حطيتوهم في القفص. طب احنا هنقسم بقى، هنضرب فيكم بالارهاب، وبدايه الارهاب هيكون جوه سينا. سينا بالذات ليه يا نيفين؟ عشان تبقى عارفه، لان سينا مطلوب تغيير هويتها، ما تبقاش مصريه، تبقى لها اي هويه اخرى. الحقيقه بيت المقدس والجماعه بتوع الارهاب قالوا لنا من 2013 ان ما يحدث في سيناء يتوقف فور عوده محمد مرسي الحكم، عشان محمد مرسي هو اللي هينفذ المخطط ببساطه شديده. عارفه سينا مطلوب ما تبقاش مصريه ليه؟
عشان انتوا عملتوا عملة وحشة قوي يا نجين في 79 وفي 89. 79 مضيتوا اسرائيل على معاهدة سلام فيها حدود تحترم اول مرة يبقى لها حدود، و89 لما خدتوها تحكيم الدولي واقر ان طاب عرض الطاب للسيادة المصرية. انا هغير معالم سيناء كلها عشان تنتهي آلية معاهدة السلام وينتهي يسقط حكم اللجنة لجنة التحكيم الدولية اللي أقرت بعض الطابة للسيادة المصرية. من هذا المنطلق يا نبيل يبقى سيناء مستباحة. سيناء أول منطقة الستين ألف كيلومتر مربع اللي انت قاعدة فيهم أو أكثر منها بكم كمية كده، دول قد مساحة إسرائيل ثلاث أضعاف يا نبيل، يحل مشكلة المنطقة كلها. بس عندك مشكلة انت وكل أهل مصر وكل واحد في جيبه رقم قومي مصري. عندي شهداء ماتوا في 48، منهم شهيد كان بيعول امه وابوه، ابوه كان معاق هو اللي بياكله ويحميه. عندي شهيد وكان عنده زوجه اجمل منك وكان عنده بنتين، طفله 4 سنين وطفله 6 سنين. الاثنين دول ماتوا وسابوا ولادهم. لو عايزين نفرط في متر واحد ارجع لده روحه لابوه وامه، وارجع لده مراته وطفله، وارجع له روحه والبنات، وبعدين نبقى نفرط في الارض. انا اسف انا منفعل غصب عني، انما هي امانه عايز انقلها. طبعا انفعال مبرر وكلنا حاسين وعارفين بهذا الوضع. طب الرساله اللي حضرتك توجهها للشعب المصري والرساله اللي توجهها لاعداء البلد والخونه اللي هم ممكن يفكروا انهم ياذوا مصر باي صوره من الصور؟ لشعب مصر اقول لشعب مصر، يا شعب مصر انت شعب ذكي قارئ لما يدبر ويدار من خارج، وقارئ لما يحدث في داخل مصر، وقارئ لحكوماتك ولرؤسائك ولوزرائك، وعارف مدى مصداقيتهم. وما بتلاقي المصداقيه انت بتقدم روحك وبتقدم دمك وبتقدم كل حاجه. يا شعب مصر مشوارنا طويل، واذا كنا كتبنا التاريخ قبل كده في 67 في 73 فاحنا بنعيد كتابه التاريخ في هذه المرحله. يا شعب مصر انت عايش بالاديان، الانجيل هو منهج الكنيسه والجليسه، والقران هو منهج الجامع والشارع. ارجعوا يا شعب مصر للكتب السماوية وشوفوا هذا البلد كيف ذكر في الكتب السماوية الثلاثة تصريحا وتلميحا، ثم اعرفوا انكم ماضيين على وصل امانة لشعب مصر، ماضيين على وصل امانة لرب العزة، بتقولوا له احنا مسؤولين عن هذا البلد. اطمئنوا يا مصريين، انتوا شعب ما يتكسرش، انتوا شعب عظيم رائع، وانتوا طالما الرئاسة بتاعتكم وقيادتكم ماشية في الخط المستقيم انتوا وراها قلبا وقالبا. يا شعب مصر مشوارنا طويل، احنا بنعيد كتابة التاريخ وبنعيد ترميم بلدنا اللي سابوها من سنين طويلة، والغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقر والجاهل بيزداد جهل والمريض بيزداد مرض. احنا بنعيد كتابة التاريخ وبنعيد بناء الانسان المصري. دايما بحكم عقلك يا نبيل واسألك عشان تجاوبي على كل واحد يسألك. تسأليه لو حطينا مصر في خط مستقيم من 2011 للنهاردة وبعد 2013، هل مصر الخط ده بيميل لاسفل ومصر بتنحدر تدريجيا او بشده، ولا الخط زي ما هو في الخط المستقيم، ولا مصر الخط بيرتفع ببطء او بيرتفع بشده؟ لا، انا تقديري وانا امام الله ساحاسب، وحضرتك مش هتنفعيني وحسابي امام الله، لا انت ولا مخلوق في مصر هينفعني. بقول لك مصر ما بتنحدرش، مصر مش ثابته، مصر بتتقدم. صحيح ببطء شديد وهياخد مني زمن طويل، لكن بقول يا شعب مصر انتوا قدها. واعرفوا يا شعب مصر اما ذاكرت التاريخ مفيش ولا جيل خط حدي واستمتع بيه. الجيل اللي بنى الاهرامات سابوا لي النهارده السواح بييجوا يتمتعوا بيه ويدفعوا لي انا فلوس. الجيل اللي حفر قناه السويس سابها لي وانا اللي باخد الفلوس من السفن اللي رايحه جايه، مش ولادهم واحفادهم اللي ماتوا في قناه السويس. الجيل اللي بنى السد العالي بملحمته في الخمسينات والستينات ساب لي الكهرباء انا وانت بنتمتع بيها. الجيل اللي حارب في 73 النهارده انا اللي بقول انا اللي رجعت الارض. الجيل اللي بيعمله هذا الجيل الحالي بتخوضه ملحمه في منتهى القوه بعد 20 30 سنه. الجيل اللي جاي هيتمتع بيها ويعرف انتوا قد ايه مصريين، انتوا كنتوا جيل قوي حافظتوا على هذا البلد من التقسيم والانهيار وتحملتوا كتير قوي، اكثر من اللي تحمله الشعب المصري في 67 ل 73. اما رسائل للقنوات الجميله المغرضه اللي هي بتلعبنا دي، اقول لهم استمروا في غيكم. الشعب المصري قارئ، انتوا مشكلتكم اللي بيخطط لهذه القنوات ويديها الماده الفيلميه والماده العلميه مش مدرك اللي بينفذ غبي غباء يورط مدينه، بس احنا مبسوطين بالغباء ده. واحنا بنراهن على هذه القنوات. سيبيهم كل يوم يطخوا ويقولوا
بس على التوازي احنا يا اعلاميين، انتوا اعلاميين يا مصريين والمسؤولين عن مصر في كل المجالات، خليكم واضحين وصرحاء تماما مع الشعب المصري. بمعنى يا استاذة نجم، كنت انا اتمنى النهارده ان انا الاقي قنوات مصريه بتنقل من كل ميادين مصر ويعرفوا الدنيا كلها، مش هستنى الجزيره اما تصور لي واحد ماجور في التحرير ولا في ميدان قايتباي في اسكندريه ولا في ميدان المنشيه، لا انا اللي هصور الاعلام المصري واقول انا عندي القدره اقول ادي كل اللي بيحصل على الارض الواقع، وابن مصر قادر على الحكم. اوعي تستهيني بذكاء الانسان المصري يا نبيل، يبقى انت اللي مش ذكيه. انا اسف صوتي بيعلى وبحتد، انما دي مصر، مصر اللي في دمي ومصر اللي في دمك واللي هي انا عايش بسترها وهحاسب عليها يوم الحساب ان شاء الله. اكيد طبعا. احنا بنشكر حضرتك سياده اللواء اركان حرب ناجي شهود المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، شكرا على وجودك معنا في برنامج صوت الناس. يعني في نهاية تغطيتنا النهاردة الحقيقة لا يسعنا إلا أن نقول أن النهاردة كان في صفعة قوية ونكسة كبيرة لجماعات مغرضة كانت بتحاول أنها تؤثر وبالسلب على مقدرات هذا الوطن وعلى شعبه، ولكن إحنا قدرنا أن إحنا نثبت أن إحنا ما بقيناش بننخدع، بقينا واعيين، بقينا فاهمين، بقينا عارفين، بقينا بندقق ونستقصي الحقائق، وبقينا نجيب الخبر من مصدره. ولأي واحد لحد دلوقتي لسه بيقول يا ترى والواقع عامل ازاي والحقيقة هتبقى ازاي والمستقبل عامل ازاي، ادخل ودور وشوف عندك كل حاجة بالحقائق وبالأرقام وبالمستندات. احنا مش بنقول تاني ان الواقع وردي، ولكن في انجازات لا يمكن لا يمكن لعاقل ان يغفلها او يتغاضى عنها، وفي لسه مزيد من التقدم هيحصل كمان على ارض الواقع في كافة الأصعدة كافة المستويات بتطور كبير بأسرع وقت وبحجم مليارات كبيرة بتضخ لتحقيق الإنجاز على كافة المستويات بالتوازي مع بعضها البعض. تحية واجبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية واجبة لقوات الجيش والشرطة على ما تبذله من جهود لمحاربة الإرهاب طبعا، وكمان بنحيي كل شهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة، بندعو للمصابين بالشفاء العاجل. تحية كبيرة جدا للشعب المصري، الدرع الأمن والأمان اللي هيفضل طول عمره هو اللي حامي مصر وبيتحملها في أزمتها، هو اللي إن شاء الله هيجني الثمار. رسالة أخيرة للأعداء والخونة، أنتم مش هتقدروا على مصر، أنتم صغيرين قوي، أنتم فران، مصيركم في الجحور، إنما مصر هتفضل باقية على مدى العصور إن شاء الله. مصر محفوظة من ربنا، محفوظة بالقرآن. شكرا على متابعة حضراتكم النهاردة من برنامج صوت الناس، كنت مع حضراتكم نيفين سليم.